شكرا دكتور شهاب سلمى سعدوي على هذا العرض. مباشرة نحيل الكلمة للأستاذ الدكتور برجام خميسي من أجل تمحيص وتحليل أهم النقاط التي جاءت في هذه الأطروحة. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في بدء الأمر أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جامعة 845 لجلمة، ومنها من خلالها كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، وبالضبط لجنة يعني وجهوا إلى الأستاذ الدكتور غروف منير على قبوله أن أكون عضوا في ضمن لجنة المناقشة، فالشكر موصول له طبعا. كما كذلك أحيي من خلال هذه الجلسة أعضاء لجنة المناقشة فردا فردا، كل باسمه ورتبته والجامعة التي ينتمي إليها. كذلك أحيي من خلال هذه الجلسة الحضور الكريم بدءا بالطالبة وأهلها، وكذلك الزملاء والطلبة والطالبات الحاضرين معنا في هذه ضمن هذه المناقشة. في الحقيقة أن الموضوع الذي هو أمامنا جدير بالاهتمام، هو موضوع مستحدث، حيث كما يعلم المختصون في هذا الميدان أن تطور الثورات الصناعية نتج عنه العديد من التقنيات التي تطورت من جيل إلى آخر، ومع ظهور ما يسمى بثورة المعلومات الرابعة شهد العالم تقنية حديثة تسمى أو تعرف بإنترنت الأشياء. هذه التقنية بطبيعة الحال تم تطبيقها في العديد من المجالات، بدءا بالمجال الصناعي والتجاري والمالي والخدماتي، والطالبة بطبيعة الحال أرادت أن تطبق هذه التقنية على قطاع جد حساس، قطاع هام جدا، ألا وهو قطاع الجمر. إذن الطالبة، وهذا من خلال التقارير التي أرسلناها إلى الكلية، الطالبة في الحقيقة قامت يعني بمجهود جبار وأحسنت اختيار الموضوع، سواء في جانبه يعني النظري أو في شقه كذلك التطبيقي، حيث أن الإشكالية التي طرحتها الطالبة يعني هي كانت واضحة إلى حد بعيد، وهي متناسقة مع الموضوع البحث. كذلك أن الطالبة اتبعت منهجية تتناسب مع الموضوع، حيث أنها راعت قواعد التوثيق والتنصيص العلمي من طرفها، حيث قسمت البحث بشكل منهجي إلى مقدمة وأربعة فصول، نقدر نقول فصلين نظريين وفصلين تطبيقيين، بالإضافة كذلك إلى وصولها إلى خاتمة، كانت في هذه الخاتمة توصلت إلى مجموعة من النتائج وكذلك بعض التوصيات التي قامت بوضعها. كما أن الطالبة كذلك وفقت في وضع أو تحديد أو قامت بوضع ملخص بثلاث لغات، اللغة الفرنسية والعربية واللغة الإنجليزية. المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الطالبة كذلك في إنجاز هذه الأطروحة كانت ثرية جدا، متنوعة، من حيث أطاريح الدكتوراه، وكذلك اعتمدت على ما بعد مذكرات أو رسائل الماجستير، وبلغات ثلاثة، اللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية. وكذلك اعتمدت الطالبة في إنجازها لهذه الأطروحة على مجموعة من المقالات ومجموعة من الملتقيات والمداخلات ضمن ملتقيات وطنية ودولية. لكن بطبيعة الحال يعني حقيقة أنا أحيي الطالبة على هذا المجهود المبذول من أجل إنجاز هذه الأطروحة.
لكن كما لا يخفى على احد انه العمل البشري مهما كان يعني جاد ومهما كان متفوق، لكن دائما هناك بعض النقائص، لان الكمال لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وبالتالي فان هناك بعض الملاحظات، هذه الملاحظات التي نود ان اقدم او اود ان اقدمها هي في الحقيقه لاثراء الموضوع لغيره، وهي لا تنقص بطبيعه الحال من قيمه العمل المقدم من طرف الباحثه التي اشكرها مره اخرى. نبدا يعني هذه الملاحظات. هو الاشكال المطروح الان هو عندما اصبحت يعني بصراحه يعني نقولها وكل تذمر من طرف كل الاساتذه وكذا، هو الاطروحه عندما تكون بشكلها المرقمن وليس الورقي، يعني نوجد يعني نحن كقراء وكمناقشين نوجد صعوبه في قراءتها وتسجيل الملاحظات. اما اذا لو كانت ورقيه كان ممكن الواحد يروح من الصفحه الاولى الاخيره مباشره دون يعني ويقدر، لكن بهذه الطريقه يعني وجدنا صعوبه جمع في يعني كتابه الملاحظات وتدوينها. ولكن معليش نبدا اولا، لان هذه الملاحظات يعني نبدا من الورقه الاولى حتى الاخير، يعني ما قسمتهاش الى ملاحظات من جانب الشكل ومن جانب المضمون، وانما يعني كل مع بعض. نبدا اولا بالنسبه للعنوان. بالنسبه للعنوان العنوان تطبيع تكنولوجيا انترنت الاشياء كاداه لتعزيز اداء قطاع الجمارك الجزائري بين شولتين محاوله الاستفاده من تجارب لو تيرم او المصطلح هذا محاوله الاستفاده. ما نقدرش نقولوا محاوله في 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 وجهه كما هذه، مدى الاستفاده ممكن، امكانيه او ان المحاوله انا نشوفها ليست في محلها هذه العباره، عباره محاوله الاستفاده. هذه الملاحظه الاولى، مدى استفاده من تجارب دوليه رائده. وهنا هذه التجارب غير محدده، يعني التجارب الدوليه هذه، لانه عندك ثلاثه تجارب تاع المانيا وكذا والصين واندونيسيا وغيرها. دونك هذه النقطه الاولى في مصطلح محاوله الاستفاده، كان المفروض ان يعدل هذه العباره هذه هذه من المفروض انها تتعدل. النقطه الثانيه في العنوان هو حدود الدراسه. حدود الدراسة غير واضحة المعالم، لا الحدود المكانية ولا الحدود الزمنية. كان المفروض أن تعطينا حدود للدراسة، وهذه الملاحظة بالنسبة لحدود الدراسة حتى في المقدمة. من بين عناصر المقدمة هو حدود الدراسة. هذه غير موجودة، حتى في المقدمة غير موجودة، بدوني هذه الملاحظة ومن بعد حاولي أن هذه الملاحظة الأولى. نروح الملاحظة الثانية في الفهرس بعد. يا بنتي احنا الشياب ونشوف ولا اسمعي شوفي هنا ما نقدروش بالنسبة للآخر. انت الفصل برك واضح، لكن المبحث لا طاي تاع حجم الخط، واسود عريض وما اسود عريض وكذا، الحجم تاع الخط دير كل زي بعضها، زي المطلوب زي المبحث زي الفرع زي الواحد زي كذا، كل زي بعضها. وهي ما متضحين، على الاقل واحد كيشوف الفصل اكبر شويه الخط وقرا المبحث يكون شويه اقل باش على الاقل نعرف انا كنشوف مباشره الفصل قدام فيه من المبحث. لكن انت عندك كل زي بعضها ما شويه لقيت صعوبه باش نعرف نفرز قداه كل فصل قداه فين، مبحث كل مبحث قداه فين، مطلب الى اخره. وهذه نوع مرمولة قبلها نروحوا للابستراكت، نروحوا للملخص. الملخص كي قلتي في الاخر هو عاده في الملخص يعني من الناحيه المنهجيه ان اي ملخص يكون فيه شيئين مهمين، الهدف تاع الدراسة والنتائج المتوصل إليها، هكذا ولا لا؟
هذا هو الملخص. الملخص لازم يكون فيه تهدف هذه معليش، ولكن النقاط الأساسية اللي لازم تكون في أي ملخص هما الهدف من الدراسة والنتائج المتوصلة إليها. خلاص تهدف الترمي كما كتبت الترمي هذه الدراسة إلى كذا كذا من خلال استفادة من التجارب الدولية الرائدة. أنا تكتب التجارب الدولية الرائدة معليش، ولكن بعد هو الأهداف واضحة ولكن النتائج هل وخلصت الدراسة إلى أن قطاع الجمارك الجزائري سجاهد كذا، ومن بعد نلقى بعض النتائج ليست نتائج في الحقيقة، وإن ما هي عبارة عن أهداف إضافة إلى تشجيع اقتحام الأسواق. هل تشجيع اقتحام الأسواق العالمية بامتثال المنتجات الموجهة لتصدير معايير تجنب مخاطرها هي نتيجة؟ هذا هو ممكن الهدف اللي تصبو إليه، هو الأهداف اللي تصبو إليها إدارة الجمارك في الجزائر. إذن هذه ماهيش نتائج. كيف لو نرجع وكذلك المساهمة في تحويل الموانئ الجزائرية إلى موانئ ذكية تكسبها قوة، هل هذه نتيجة؟ أين نهضر معك؟ لا تسجل هذه ليست نتائج. والمساهمة في تسيير عمليات مراقبة جودة وعبور المنتجات دون التدخل البشري خاصة بالنسبة للصراع الصراعي الأخر، هذه ليست نتائج. أنت هل أنت تقتنع بأن هذه نتائج؟ هذه أهداف وليس نتائج متوصل إليها. أوكي، هذا بالنسبة للملخص. كما قلت قبل قليل بالنسبة للفهرس، حاولي أنك يكون الفهرس واضح. روح الفصل الأول ذكر ما هي كذا، تمهيد على الأقل يكون قراء، المبحث الأول يكون قراء ويكون شوية بخط، ومن بعد يجي المطلب ومن بعد يجي كذا. صحيح أنه الفهر يعني التقسيمات كانت يعني متوازنة، يعني هذه نقطة تحسب لك. نروحوا كيف يا زينة نحوس ولا روح المقدمة. في المقدمة المعلومات العلمية سواء كانت هذه المعلومات سجلها في المقدمة ولا في التمهيد ولا نسجلها في المطلب ولا في هذه المعلومات يجب أن تهمش. معلومات خاصة إذا كان معلومة في المقدمة مثلا نروح للصفحة جيم حيث أن مدة الانتظار بالموانئ الجزائري تقدر ب 2.95 يوم. مين جبتها؟ هل هذه معلومة تاعك؟ هي هامشة حتى بالمقدمة تتهمش. أتونسيون المقدمة كيفاش تتهمش؟ قدرت ب 2.95 يوم مقارنة بمدة الرسوم المعتادة اللي سيكون كذا وكيف كيف. أما المعدل الدولي لمكوس البضائع بالأرصفة يقدر ب 1.39 يوم. هل هذه تاعك؟ ماهيش تاعك. دونك هذا ما لازم تسجل، هذا ما لازم تمشي الى اخره. ممكن حتى تتغير، كاين ارقام تغير مع مرور الوقت مع الزمن الى اخره. هذه قدرت ب 2.95 يوم. متى هذه؟ هل في سنه 2020؟ هل في سنه 2024؟ هل في سنه 1990 الى اخره؟ نفس الشيء اضافه للنقص في جوده الرقابه. هذه معلومات علميه راكي هزتها من مرجع معين لازم تمشاها، ماهوش عيب انه في القلب. يعني هذه لازم تمشاها، يعني ما يمكنش انك نسجلها على اساس انها تنسب لي. الاشكاليه الى اي مدى يمكن ان يساهم تطبيق تكنولوجيا انترنت الاشياء في تعزيز اداء قطاع الجمارك؟ صحيح. هو هل الاشكاليه، السؤال اللي يطرح نفسه، هل الاشكاليه تعكس العنوان؟ العنوان تطبيق تكنولوجيا كذا في الجزائر، ولكن ذلك وين هي الاستفادة من تجارب دولية رائدة؟ غير موجودة في الإشكال. أنا نشوف باللي الجانب التطبيقي تاعك هو ماهوش فقط كيف نطبق انترنت الاشياء ولا في 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 وهذاك الدراسه القياسيه، وانما حتى هذه التجارب هذه تعتبر دراسه تطبيقيه وليس نظريه. هذه غير موجوده هنا،
وغير موجودة حتى في الأسئلة الفرعية. موجودة. لكن في الأسئلة الفرعية هل فعلا أصبحت تطبيقات تكنولوجيا إنترنت الأشياء وأعلى مناطة منه في قطاع الجمارك؟ معليش. هاي لا منصة منه. لا منصة منه. لا هي كتبة لا مناطة. هي كتبة. الآن كاين نقطة أخرى. ما الدور الذي يلعبه الأداء الجيد لقطاع الجمارك في تنمية وحماية الاقتصاد الوطني؟ هذا السؤال هل عنده علاقة بالموضوع تاعنا؟ تنمية الاقتصاد الوطني. يعني ما تنمية هذا موضوع واحد آخر. دور الجمارك في تنمية الاقتصاد. الآن احنا حابين نطبقوا تكنولوجيا جديدة اسمها إنترنت الأشياء على قطاع الجمارك باش نحسنوا من الأداء تاعو. هذا هو الهدف. يبقى الآن كيف يلعب الدور الذي يؤدي القطاع الجيد لتنمية التنمية؟ هل راح تجيبي عليه الآن هذا السؤال؟ لأنه الإشكالية الرئيسية قسمتها الإشكاليات فرعية. هل فعلا أصبحت تطبيقات تكنولوجيا أشياء واقع على منصة منه في قطاع الجمارك؟ هذا سؤال ممكن تقدر تجاوب عليه. كيف طوعت الدول تطبيقات تكنولوجيا إنترنت الأشياء؟ كيف معليش لأنه في دراسة الحالة ولا في دراسة المحاولة هذه كيف؟ لكن هل أنت أجبتي على هذا السؤال؟ ما هو الدور الذي يلعبه الأداء الجيد؟ هذه ما لا تعتبر يعني أنت في غنى عنها، في غنى عنها بالنسبة لهذه الإشكالية الفرعية. هل تطبيق تكنولوجيا صحيح؟ روح أن فرضية هو عادة الباحثين إذا كان داروا إشكالية رئيسية تقابلها فرضية رئيسية، إشكاليات فرعية تقابلها فرضيات فرعية. هذا المتفق عليه. بيان. الآن هنا الفرضيات تتولى إنترنت الأشياء عبر مختلف تطبيقات قيم تلقائية بأغلب المهام والوظائف. أنت الفرضيات هذه هي أنا نجزم لك بل كل الفرضيات هي ليست فرضيات وإنما هي بديهيات. هي بديهيات. كي نقرا تتولى إنترنت الأشياء عبر مختلف تطبيقات قيم تلقائية بأغلب المهام والوظائف المتعلقة بنظام التخليص الجمركي دون التدخل البشري. هل هذه الفرضية تحتمل الزيرو الأشعة؟ هل هذه الفرضية تحتمل نفي ولا القبول تاعها؟ ما هذه مسلمات من المسلمات. روحوا للثاني. إن تحسين أداء قطاع الجمارك يعني بالضرورة تحسين نظام معلوماته مما يخدم التجارة الخارجية خاصة. هذا مفروغ منه. نظن الحضور كامل ما راحش يقول العكس ذلك. وبالتالي واش راح هذه الفرضية ماذا ستختبرين؟ نفس الشيء روحوا إن قطاع الجمارك القائم على وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا المتطورة الذكية بالأخص إنترنت الأشياء والتعامل مع المعلومات لم يعد مطلبا فقط. ضرورة بل ضرورة. نعم وكل راح يقولوا نعم. الحضور كامل بما فيه اللجنة وبما فيه الأعضاء عنده هي ضرورة ملحة. إذن هل هذه ليست فرضية؟ أبحثي عن فرضيات أخرى خارج هذه الفرضيات الأربعة والخمسة اللي أضعتها. فرضية كول يجب أن تعدل لأنها ليست بفرضية إنها مسلمات وبديهيات. لأن الفرضية معروفة في البحث العلمي أنها تحتمل اختبار التأكيد أو التأكيد أو النفي. ولكن نحن كلنا راح نأكد على أن هذه ليست فرضيات. وبالتالي ماذا تختبرين؟ وهنا نقول لك بلي الدراسة القياسية تاعك صحيح. ما بعرف كاين دراسة قياسية. هناك بوادر إيجابية لأثر تطبيق هذه ممكن. هناك بوادر إيجابية قادر تكون ما تكون قادر تكون قادر ما تكونش. نروحوا لنقطة واحدة أخرى. أولا في المقدمة كاين عنصرين هامين تكلمت عليهم قبل قليل أنت نسيتيهم تناسيتيهم ولا جهلتيهم ولا ما اللي هما قلنا حدود الدراسة هذه مهمة جدا. الحدود الزمنية والمكانية
اذا كان ما كانش حدود مكانيه على الاقل كاين حدود زمن دراسه تاعي تمت من كذا كذا، لانه مع كاينه احصائيات كاينه ارقام كاينه يعني طبقتها ولا لا. دونك لازم في الفتره الزمنيه قال استخدم الفتره تاعي من كذا كذا، وهذه نورمال تظهر في العلوم، تظهر نورمال في العلوم معنا. دونك هذه النقطه. النقطه الثانيه متغيرات الدراسه. متغيرات دراسة مهمة جدا. الآن أصبحت في كل في المقدمة من تعتبر متغير دراسة عنصر، بل نموذج الدراسة، بل نوضح حتى نموذج الدراسة، خاصة من الدراسة تاعك هي قياسية، والمشكلة ما ظهرتش في الدراسة القياسية أنها تظهر في العنوان. حتى في العنوان ما ظهرتش الدراسة، طبيعة الدراسة، هل هي تحليلية ولا دراسة قياسية؟ تقدر تدير مع الانحدار كذا. دراسة قياسية. نورمال تظهر في العنوان، نورمال تظهر في العنوان، ما كانش الدراسة تاعك ما ظهرتش في 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 العنوان. إذا نموذج الدراسة أو بيان على الأقل على الأقل متغيرات الدراسة، قال هاي المتغيرات المستقلة متغيرات ولا العلاقة اللي تربط المتغيرات معها. نروحوا كذلك لنقطة تكلمت عليها أنت في المقدمة، وهي أسباب دوافع، دوافع الدراسة. دوافع عادة هي معروفة أنه الدوافع لازم كاينة دوافع ذاتية، كاينة دوافع موضوعية. مثلا الدوافع الموضوعية هو أن الموضوع هذا في التخصص تاعك اللي هو سيونس كوميرسيال ولا لا؟ هذا في جمارك تصدير صادرات، هذا ضمن التخصص تاعك، هذا دافع موضوعي. قال من الأسباب اللي خلتني نعالج هذا الموضوع سي بيان اني انا في التخصص، وبالتالي بما اني انا في التخصص الاجدر بي ان اناقش وابحث في هذا الموضوع. هذه النقطه الاولى. لكن الدوافع الذاتيه انا نقول لك على شيء، نقول لك شيء دوافع ذاتيه هاي انا نعرف. انا دخلت المحرك البحث جوجل، كتبت العنوان، الاسم العنوان تاع الواحد باش نشوف المقال تاعك هل هو في مجله مصنفه ماهيش مصنفه، يعني بياك الماستر تاعك هي نفسها بعد. ما بقاش لا شيء نخفى، وخاصه انت درت الاشياء، انت درت الاشياء لقيت الموضوع تاعك هو نفسه ماستر تقريبا. هذا دفع ذاتي. احنا ما قلناش لك بلي عيب انك تديري ماستر بنفس العنوان ولا لا، احنا تاز دكتوراه في حوايج جديده في كذا في التاريخ ولا لا سموني ها، وانت مش مرتاح في الماستر وانت مش مرتاح هنا بالك تخزن تقول تخزن نفس الشيء مساعد بصح حتى سيرت العنوان اللي تاع الماستر قريت لا مش نفس بالضبط، لكن لا هذا التطور هذا تاع عمل مش هذا 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 دفع ذاتي هي نورمال تكتب هذه شفتي كيفاه ولا لا؟ نورمال المشرف تاعك كبير يوجه من الحوايج هذه للوجهه المشرف فوالا. دونك هذه الدوافع الذاتيه، قال الدوافع الذاتيه هي اني اونتر بارونتيز انا قريت في جامعه عنابه عند الاستاذ نصيب رجم الله يذكر بالخير، ربي يطول في عمره يبارك في عمره حتى ما نقولش طول في عمره. وقريت عنده بون، قلنا في السنه النظريه في الماجستير قلنا شوفوا كيفاه كل واحد يهز كتاب لغه فرنسيه ويريزوميه في التخصص في احنا في فينونسي جو سوي فينونسي ما في الفينونس. انا ماشي غير رحت الزرع لقيت كتاب لي ريسك دو شونج، انا من ثم انا عجب لي ريسك اليوم، يعني تشوقت درت الرسالة تاع الماجستير تاعي على مخاطر الصرف، ومن بعد طورتها في الراتيز تاع الدكتوراه في المشتقات لي برودوي ديريفي المشتقات المنتج المشتق، ونكتب الدوافع الذاتية هو اني واصبح امتداد الدراسة واني كذا واني كذا واني كذا. دونك هذه دوافع لازم تميزي لنا انت بين دوافع ذاتية ودوافع موضوعية. الحضور الكريم يعني المناقشة وهنا وهذه المناقشات راهي لا لا يعني من الناس ما تخافش بالك يقولوا الناس يصيح خلاص ولا لا، يعني احنا قاعدين نناقشوا في امور علمية
وجهات نظر الى اخره. روح الان منهج الدراسه اللي درتيه يا بنتي، دي منهج دراسه اللي درتي 20 منهج هبالك انا كشفت تخلعت. شوفي منهج الوصف، ومن بعد منهج التاريخ، ومن بعد منهج المقارنه التحليلي، ومن بعد منهج هذا منهج القياس التحليلي. يعني جبت عدة مناهج. الآن المنهج التاريخي مثلا، أنا سؤالك كبير تجاوبي عليه بعدا. المنهج الوصفي، هل هناك فرق بين المنهج الوصفي والمنهج الوصفي التحليلي؟ وما دخل أنا المنهج التاريخي في صناعه ذاك؟ أي واحد عنده أي دراسة يقول لك أنا المنهج التاريخي إذا كان الحجة تاعك هي أني معلومات تاريخية ولا كذا، هكذاك مالا كل العلوم في المنهج التاريخي. هذا بالنسبة للسؤال. أنا مناهج يعني استخدمت عدة مناهج. الدراسات السابقة، في الدراسات السابقة ما شاء الله، وهي كلها تقريبا هي باللغة العربية واللغة الفرنسية والإنجليزية سيرتو، يعني الإنجليزية، يعني دراسات سابقة ما شاء الله، ودراسات حديثة، وهذه تحسب ليك وأنا أشكرك وأحييك على هذا المجهود، ولكن تبقى ديما كاينة مشكلة. المشكل واش هو؟ وأنا دي الدراسات مثلا هز الدراسة الأولى، دراسة زايد مراد دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر 2006. هذه الدراسة ما قلت لنا لا، راح تقولي لي ترجع بنتي واش راح نقول لا لا قلت لنا لا هي مقال، لا هي لا, لا هي لا هي مثلا تيز دكتوراه، لا هي رسالة. إيه لا راح تقول لي كاينه في المراجع، راح تقول لي كاينه في المراجع. نو لازم توضحيها لي هنا البلد وكذا، توضحها هنا على الاقل، ولا على الاقل انت درتي تهميش درتيه لتحت يا اخي في الاسفل، حتى اللي درتي تهميش في الاسفل وعلى تعبي فينا. انا باش نهز الدراسه هذه نولي نحوس في العربية كل، هل هي كتاب، هل هي كذا، هل هي كذا، هل هي كذا بزاف، ونفس الشيء وروحي قد راح نقعد وقتنا، راح نطول يعني في دراسة واحدة نطول بزاف. لا كان من المفروض يعني شكون تحت ثم بعد قال كذا كذا، وهذه مشكلة، هذه لازم تصلحها تحت الصفحة هذه. أنا نفس الشيء الآخرين الباقي صح، يعني فعلا أنه الان السؤال المطروح انت جاوبيني عليه بصراحه، لاني ما نقدرش انا نقول لك بصراحه. دراسات هذه اللي هي دراسات سابقه فعلا، وتمس الموضوع في جانب او مجموعه جوانب، قادر تمسه في جوانب في اثنين، وقادر تمسه على الاقل كاين واحد يتكلم على قطاع الجمارك، واحد يتكلم على ثلاث الاشياء ودوره في المكتبه، وكاين واحد من كذا ودوره كذا الى اخره. فوالا مليح. هل استفدتي من هذه الدراسات؟ يعني نقول لك هل استفدتي؟ يعني انا الان لان الوقت غير مسموح، اولا جدنا ما عندناش 20 يوم ولا هي وزرب وزرب ومنير يعيط وزرب بالضبط بالضبط كذا. لا ما كان ايه. دونك هل استفدتي من هل هذه الدراسات كل كي نروح للفصول الداخل نلقى باللي مهمشه منها ولا بصراحه؟ بعد جاوبيني بصراحه، وانا الاجابه تاعك كاني نقبلها. برك لانه وعلاه؟ علاه نهضر كيما هكا؟ لانه في الدراسات السابقه لا، لانه الدراسات السابقه كاين 90% من الطلبه بحكم التجربه تاعي في الليسونس ماستر ماجستير دكتوراه وكذا 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 والمناقشات يحطوها وبرك زينه بريستيج سكون ابل بريستيج، وهذه مشكل بريستيج. نو ماهوش بريستيج، اذا هي نخدم بها نستفيد منها لانها دراسه سابقه يا ما عندها حتى معنى. الشيء اللي يحسب ليك يا بنتي هو انك ما في النهايه تكلمتي على ما يميز الدراسه تاعك عن الدراسات السابقه. معليش ولو ما يميز هذا ما غير لا يفي بالغرض، ولكن موجود على الاقل كاين سبب او اخر يدعو الى انه لازم نواصل البحث في هذا الموضوع. رغم وجود دراسات سابقة لكن مع ذلك فكتبتي
أما بالنسبة لدراستنا وبالرغم من أنها امتداد للدراسات السابقة وباعتبارها تتشابه من ناحية إطار نظري من فين تكنولوجيا كذا 13 مرة وواقع كذا وكذا، إلا أنها تختلف في العديد من النقاط أساسها التركيز على تكنولوجيا الأشياء وكذا إلى آخره. دونك هذه تحسب لي وهذه أنا نقول لك برافو يعطيك الصحة. تقسيمات الدراسة هو دائما شوف كي نقول تقسيمات الدراسة الأغلبية تاع الطلبة سواء في الدركة ولا تقرير تاع التربص تاع ليسونس ولا في الماستر ولا في الدكتوراه ولا كذا الى اخره يتجاهلوا تقسيمين مهمين في الدراسه اللي هما وشي المقدمه والخاتمه. هنا ديريكتومون قلتي قسمنا الدراسه تاعنا اربع فصول. اتونسيون سيمونير ديريالمون راح العنابه قرا غير المقدمه والخاتمه وناقش فيها الدكتوراه ولا لا سيمونير؟ ايه انت لي صراحه ايه 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 هم هم الواجهة هم الانسان اللي يركز عليه. تقدر تقرا المقدمة والخاتمة كي تكون متخصص في الميدان تهز كل شيء تفهم الموضوع. لكن انت جلتين قصد تغطية موضوع البحث ارتأينا الى ان نقسم دراستنا الى اربعة فصول رئيسية كما يلي برك هنا قسمنا البحث تاعنا الى مقدمه واربعه فصول وخاتمه. في المقدمه على العناصر تاعها الاشكاليه وكذا وكذا، وفي الخاتمه نتائج التوصيات على قولك كيما هكا. داكور صعوبات الدراسه ما نشوفش فيها صعوبات. انا بين صعوبات الدراسه ان تكنولوجيا انترنت الاشياء تقنيه جديده كما عندك مؤشرات هي سواء كما ان انعدام دراسات التي تتطلب بين تكنولوجيا الاشياء كذا. لا هذه بلد واجب عليك، هذه مش صعوبات. ايش صعوبات؟ لو مثلا صعوبات قال ما عطونيش احصائيات داكور، قال كيما نعرف احنا في الجزائر ديما تروح البنك تروح كذا يقول لك لونتربريز اعطيني لي بيلون اعطيني كذا، يقول لك ما عنديش يخفي خاف من الشباب كذا. ها ايه طالع سليم ما كتبتهاش سليم. وصعوبه جمع البيانات ايه ممكن هذه صح هذه صعوبه، لكن الباقي الاخر ما ماشي يعني فريمون يعني صعوبات اللي نقدر منها. فوالا هذا بالنسبه للنقطه الاولى. نروحوا الان تهميش تاني عندك مشكل، روحي معايا شوفي الصفحة ونعطيك مثال على هذه ومنها بعد انتي صفحي كل شيء. روحي معايا للصفحة رابعة. الصفحة رابعة هاكي هي عندك صفحة رابعة ها؟ ايه شفتي ايه تعب هذا مشكل شفتي فيها. بان اول حاجة نورمالمون المشرف يقول لك باللي رسائل الماجستير ما نورمالمون هي اقل درجه من الدكتوراه نورمالمون ما نهمشوش بها. نورمالمون هما يقولوا الماستر والماجستير ولا الليسونس ولا كذا ما تهزش بها. دكتوراه فما فوق الاوراق البحثيه الموجوده في الكلام. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في التهميش تاعك كي نروح الرقم واحد هذيك يرتسم الاقتصاد الرقمي على العديد من الخصائص كذا كذا ومن اهمها سهوله الوصول من هزيتهالك. انت كاتب رقم واحد في يؤثر في الفقره في الثانيه في الهدف الثاني يؤثر الاقتصاد الرقمي على التاسيس هكا يخدم معايا ولا كاتب رقم واحد. رقم واحد علميا منهجيا انه الفقره هذه كبرك اللي هي رقم واحد مهزوزه من رساله الماجستير وكذا كذا وسهوله الوصول الى المصادر من هزيتها ولا انت تقصدي انك في زوز هزيتين هذيك؟ لا هذا تهمش غلط. كيف تهمش؟ هذه كيف نهمش؟ نروح نكتبوا امام رقم في مواقع الانترنت تشوفي معايا فهم ومواقع الانترنت نكتب واحد وتحت منها يؤثر اقتصاد في الاقتصاد سنين هاك تحت نكتب 1.2 نقطتين هزيتها من رسالة الماجستير كذا بس على الطريقة هذه لا هذه تبين باللي راه هزيتي غير من نقطة هذيك ياك أستاذ ها معناها غير الثانية غير هزيتها. هذا مشكل وهذه
أي الأطروحة كاملة فيها الخطأ هذا. أنا أعطيتك مثال واحد برضه. ما نقدرش أنا نعطيك 400-300 ورقة كاملة فيها كذا. هذه مشكلة. هذا صحيح. نو ما يصلحش. السيد الرئيس سامحني. السلام عليكم. أنا في مناقشة الدكتوراه نكمل نعاود نرجع لك. أي مالي. شكون هو؟ لازمني يمكن نكمل عندنا. ما نقدرش. والله نجي قال. والله. هاي بعد إن شاء الله. صح. سمحني يا سيدي الرئيس. دونك هذا مشكلة. روح لا لا خليني يا منير خيط الصحي في بعد اكتبت المطلب الثاني روح للصفحة 6. المطلب الثاني مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي. مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي. انت كتبة مبحثة مبحث عنوان تاعو مؤشرات ولكن هو ماهوش مؤشرات انت درتي اول المتطلبات شوفي تحت منه بعد واش كاتبة اولا واش هي هل المتطلبات هي مؤشرات لا لان داير المؤشرات تحت ولا لا اذا العنوان نورمالمون تاع المبحث هذا المطلب هذا يتبدل ما يبقاش مؤشرات قياس الاقتصاد يصبح متطلبات ومؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي لأن كتبت المتطلبات وتوسيع الرقمنة وكذا ومن بعد ثانيا مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي في الصفحة 7 دكور وفي الاخر وفي في 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 الماستر دايره مؤشرات وحاجه واحده اخرى ثالثه خلاص لانه انا كنزيد شويه حوايج من الماستر معنا الشكل درتي واحد الشكل الاول واحد نسبه الاشخاص الذين يتمتعون بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حسب نوع المهاره سنه 3 اشرحي لنا هذا الشكل الشكل هذا انا مش فاهم حاولي تشرحي هذا السؤال ليش نروحوا هذه كلها نقاط تكلمتي الجوانب النظريه يعني امور يعني علميه ما شاء الله نروحوا ثانا نقطة ثانية لازم نفوت الهدية كاين فقرات فيها أرقام مثلا كاين أمور تكلمت لك على قبيلة نعاودها لك هنا روحي للصفحة معايا روحي معايا للصفحة 22 الفقرة الأولى نتاع سوق إنترنت الأشياء في الصفحة 22 راكي فاهمة؟ ها؟ هذيك شهد سوق إنترنت الأشياء نمو هائل في السنوات الأخيرة مدفوعا بانتشار كذا حيث حقق حجم سوق الإنترنت الأشياء العالمي نمو بنسبة 19% في سنة 23 هذه كلمة غير مهمة مين المصدر تاعها؟ بدون مصدر اتونسيون ودي عاودي شوف مع رئيس اللجنه ومع المشرف انه الامور هذه لازم تتصلح تجيبي على الاقل المعلومات تاعها لانه ما يمكنش هكا تحطي معلومات غايه في الاهميه ولكن بدون تهميش ونفس الشيء في الاخر على الصفحه بعد 22 هذيك الارقام كامله بدون معلومات مهمه ونسب وما شابه ذلك بدون تهميش ويعد احد المحركات الرئيسيه لهذا النمو الاعتماد المتزايد لتقنيه انترنت الاشياء المعدات والاجهزه الى اخره والادوات على اكبر حصه سوقيه بنسبه 44% هذه الارقام وسنوات سنه 22 هذه كم هي فقره كامله بدون تهميش هذا لا يجوز معليش كاين حوايج نتطلعها دونك نروحو كذلك هنا بون
شفتي صفحة 30، روحي صفحة 30، كاين جدول درتيه في صفحة 30 والمصدر السورس تاعو فايدة حتى للصفحة اي ديكاراج صلحاه ديكاراج بيان سور المصدر يكون في نفس الصفحة يهبط الجدول نص الجدول كل جدول فيه صفحتين نص في صفحة معليش ولكن انه المصدر يروح لصفحة واحدة أخرى شوية التحديات المستقبلية لإنترنت الأشياء من بين التحديات اللي تكلمتي عليها التحديات التكنولوجية هكذا ولا السؤال نطرح سؤال يعني تبادر إلى ذهني وأنا أطالع بعض الموضوعات اللي تتكلم على إنترنت الأشياء هل من سبيل لتجاوز هذه التحديات تحديات تكنولوجيه سيتو مثلا التكلفه مقابل سوى كذا وسيتو كاين يتكلموا على انترنت تجاوز انترنت الاشياء باستخدام ما يسمى بانترنت السلوكيات هل تسمع بها هذه الانترنت السلوكيات ولا لا نروح الان قطاع الجمارك الفصل الثاني قطاع الجمارك دور تكنولوجيا انترنت الاشياء في تعزيز ادائه هو نفس العنوان تاع الاطروحه دور تكنولوجيا انترنت الاشياء في تعزيز اداء قطاع الجمارك تكنولوجيا انترنت الاشياء كاداه لتعزيز قطاع الجمارك هو نفس العنوان كان المفروض انه العنوان تاع ما نقدرش عنوان تاع اطروحه يكون هو نفسه عنوان تاع فصل قادر نحور قادر نبدل ندير تغييرات ولكن ما نقدرش نحطه هو نفسه انا تقريبا هو نفسه قطاع الجمارك دور تكنولوجيا انترنت الاشياء في تعزيز اداءه هو نفسه ما عدا ما كنتيش محاوله الاستفاده من تجارب الدوليه ايوه عمليه روح للصفحه الصفحه 48 صفحه 48 تكلمتي على عمليه اداره المخاطر على مستوى اداره الجمارك عمليه اداره المخاطر على مستوى اداره الجمارك المخاطر تكلمتي على بعض المخاطر اللي تتعرض لها إدارة الجمارك ولكن تكلمتي على تقييم المخاطر كيف يتم تقييم المخاطر خاصة إذا كان يتعلق الأمر بالمخاطر المالية أولا ما أنت من بين المخاطر اللي تكلمتي عنها نعم صفحة 48 في صفحة 48 صحيح انه عمليه اداره المخاطر وليست الاخطار لان هناك فرق بين المخاطر والاخطار لو ريسك او لي ريسك لو ريسك لو دونجي باللغه الفرنسيه اعطيتنا صح العمليه صحيحه وانه المراحل تاعها تبدا بتحديد الانشطه جمع البيانات وتقييم المخاطر كيف يتم تقييم المخاطر خاصه اذا كان الامر يتعلق بالمخاطر الماليه وما هي المخاطر المالية تتعرض لها إدارة الجمارك؟ وبعد تكلمتي على إدارة المخاطر على مستوى مؤسسة الموانئ هل هناك فرق بين إدارة المخاطر على مستوى الجمارك والموانئ؟ كلمة الأداء التقييم الأداء هو من أجل تقييم أداء إدارة الجمارك وتكلمت أن الأداء يقترن بعنصرين اللي هما الفعالية الإفيكاسيتي والكفاءة الإفيسيونس وكاين عنصر واحد أخر هنا جديد اللي هو الملائمة
هو الملائم. هنا المشكلة. سؤال مطروح في الأداء، ما الفرق بين قياس الأداء وتقييم الأداء؟ رحت إلى في المبحث الثالث صفحة 63، كلمت على علاقة تكنولوجيا تبادل الأشياء والأداء في قطاع جمال. السؤال يطرح نفسه، هل أن تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء هذه كفيلة بإصلاح قطاع الجمال في الجزائر أم لا؟ أم أن الأمر يعني يتطلب أمور أعمق من هذا؟ مباشرة للجانب التطبيقي، الجانب التطبيقي. أنت بالنسبة ليك، أنت يا أن الجانب التطبيقي هو الفصل الرابع، بس بالنسبة لي أنا لا، حتى الفصل الثالث بالنسبة لي هو جانب تطبيقي. أليس كذلك سيد الرئيس؟ نعم، وفق العنوان ولا لا؟ شوف واش درتي أنت، أنت رحتي عرضتي تجربة ألمانيا إيطاليا، ومن بعد الصين اندونيسيا، ومن بعد المغرب والامارات العربيه المتحده، هكذا ولا لا؟ على اساس انهم تجارب رائده على حد قولك، صحيح؟ انت تكتبي لي العنوان استفاده الجزائر من تجربه الدولتين المانيا وايطاليا. عرفتي التجربتين وفي النهايه واش تقولي؟ انت هنا في المبحث هذا، في المطلب هذا والمبحث الثالث، استفادة الجزائر من التجربة الدولية، هل انت قاعدة تقارن؟ لانه مقارنة تجربة الجزائر بالتجربتين هذه، ولا تعرضي التجربتين وبعد مدى استفادة الجزائر منها؟ لانك دخلتين في بعضين، فهمتي ولا لا؟ لانك انت تقولي بعض تعد الجزائر كذا، بعد قاعدة تدير في أرقام فيها حتى الجزائر، هل أنت قاعدة تقارن تجربة البلدين هذوما الرائدتين ألمانيا وإيطاليا فيما يخص إنترنت الأشياء وتطبيقه في هذا القطاع، قطاع الشمالك، تقارني فيه بتجربة الجزائر؟ لأنك تكتب مؤشر الأداء اللوجستي الكلي بالنسبة للجزائر ألمانيا وإيطاليا من 2007 حتى 2022. إذن هنا ما أصبحتش مدى استفادة بلد من بلد، أصبحت دراسة مقارنة. أنت قاعدة تقارني بين تجربة الجزائر وتجربة هذوما. أما إذا كان العنوان ما يعكسش الكونتوني، المحتوى اللي كان في الكومباريزون ولا لا أستاذ؟ إيه دراسة مقارنة. دونك أنت فاهمي روحك، يا إما تبدل العنوان يا إما تبدل المعطيات. هذه هي، ما بقاش نترك هذا خلاص. وعلى الآخر واش تقولي؟ على الآخر المشكل وين؟ المشكل وين؟ قالك على الاخر خلاص كي تكملي تجربتين هذا واش تقولي؟ اسمعي مليح شويه، ما نروح لها روح لها باش تقول. تقولي على الاخر بلي هذوك في جوج البحر عندهم البحر وكذا، احنا دونك احنا كنا نستفيد مليح. نلاحظ ان تجينا على قيمه كذا، وهذا رجع الجزائر ركزت كذا، حيث اصبحت ما ظننا وانا الجزائر مركز كذا الى اخره، ما يتسبب في تراجع. الاخر تقولي بلي هذوما الدولتين هذوما الجزائر كنت تستفيد منهم، قادر تستفيد منها باسكو راهم عندهم نفس تقريبا نفس انه اشتغل كذا. وين كتبتها هذه؟ كتبتها يا اخي شافي على روحك واش قاعد نقول يا اخي، كي تبعي معايا. اذا في الاخر وكانك تنصحينا تقولي لنا والله يا بلاد الجزائر كنت تبع التجربه تاع ايطاليا تاع 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 ريان المانيا في مجال الانترنت الاشياء وتطبيقه في قطاع كذا، فالجزائر قادره كفيله انها تخرج من المشكله. واذ بك تزيدي تروحي
الصين واندونيسيا وديري كيف كيف كومباريزون معادي وعلى الاخر تقولي لنا والله تجربه الصين واندونيسيا مليحه لينا كون نديروا معاها وندير فهمينا وانا تجربه نتبعوها احنا. اذا كانت دي حابه تنصحي الجزائر انها تستفيد اي تجربه تفيد الجزائر، اكتب لي سؤال اي تجربه تفيد الجزائر من بين تجارب الراعي الذي على حسب حد زعما بالك مرة التجربه تاع المغرب تفيدنا بالك لا. إذا كان إحنا رح نعرفوا تجارب رائدة، نعرفوا التجارب هذه أكبر وعلى الأخر نقولوها وباش نقدر نستفيدوا من هذه التجارب. أما أن ندخلوا الجزائر نقحموها كطرف في التجربة وأن نديروا مقارنة وبعد نقولوا أنها تستفيد منها، نعم هذا ما يصلحش. داكور؟ شكرا للسيد الدكتور على هذه المناقشة. وعليكم السلام، أنا في مناقشة دكتورة، دروك نعاود لك نكمل. نفس الشيء كي رحت الى ما يقال على تجربتين هذوك درتي كررتي نفس الشيء وتنصحينا في الاخر تقولي لنا كون الجزائر تستفيد من كذا وهذا لا ما يكونش لازم انت عندك تجارب بعد دي هذا شوف هنا شوف ايطاليا والمانيا والجزائر هكذا الخطوط دايره دراسه مقارنه بيانيا ورقميا وفرق ما بين القطاع وتطبيق كذا الى اخره. هذا بالنسبه للفصل الثالث هذا الملاحظات اللي ممكن نجزتها. نروحوا الان للفصل الرابع والاخير. شوفي الفصل الرابع. شوفي نروح للصفحة. شوفي يا بنتي نروح للصفحة 100. واش تعمل شو تقول؟ بالرغم من ان اندونيسيا حتى حسب هذا المستيق كلي بشكل عام علي الا ان الجزائر لا تزال متأخرة كثيرا كذا الى اخره وبالتالي يمكن الاستفادة من تجربة اندونيسيا في النافذة الوطنية الموحدة كذا الى اخره. دونك انت لما الموكيت على التجربة تقول على خير قولي لنا هاي التجربة الأنجع بالنسبة لكل دولة ولا ما يفيد الجزائر بالنسبة للتجارب الرائداني في مجال الإنترنت الأشياء وتطبيقها في قطاع الجمارك. لكن تحاول تكتبوش من عملاتي سينو اليوم مشكل. شوفي روحي مباشرة للصفحة 154 عندك واحد المرجع اسمه هذا رامي مصالح مدخل لمظاريد القياس الاقتصادي دراسة مظاريد مدعمة بأمثلة وتماريل هكذا ولا لا؟ أكيد وصلت إليه ولا ما زال؟ أنا نزلت. روحي بعد. وصلت 154 هذا الكاتب هذا سي صالح هذا راهو عنده زوج كتابات عنده الجزء الاول والجزء الثاني. هل هذا المرجع هو الجزء الاول ولا الجزء الثاني؟ هذا السؤال اكتبيه حطيه باش بعد صالح ولازم تحوسي عليه وتكتبيه الجزء الاول والثاني. داكور؟
شوف الجدول اللي وراه بعد، جدول رقم 4-7. صح، انا عندك 7 متغيرات من ضمن مستقله، وعندك متغير تابع لها اللي هو حجم اجمالي الصادرات، هكذا ايه. بصح هذه المتغيرات اللي هنا كنت قادر تزيد هنا، عندك مثلا رمز المتغير وعندك مصدر بيانات ونوع المتغير المستقل كذا. هنا الوحده الزمنيه المستخدمه ما هي؟ اخي انت اللي خدمتي هذا البرنامج، ها؟ لكن انت ما خدمتيهاش، ما قلناها نكمل، لانه كاين اسئله اكثر من هذا. هنا الوحده الزمنيه المستخدمه، هل هي في البيانات؟ هل هي الوحده الزمنيه المستخدمه في البيانات سنويه، سداسيه، شهريه؟ هذا السؤال. استقراريه السلاسل الزمنيه، وعلاه انت اعتمدتي هنا في استقرار؟ يا اخي نقدر نسال كي اخترتي هذا ولا نحبس؟ نحبس، ها نواصل. بالنسبه لاستقراريه السلاسل الزمنيه، انت اعتمدتي على اختبارين لكشف الاستقراريه، هما الاديو والديور، هكا ولا لا؟ ديك هي فولر المطور والاخر. واستخدمتي الاختبار الثاني اللي هو بي بي هذاك، وعلاه ما زدتيش استخدمتي اختبار واحد اخر مثلا لاديو جي ال اس؟ اديو جي ال اس كبير، اديو جي ال اس. في الصفحة وين طار ديالي تقييم، هذا تقييم صفحة 163، صفحة 163 هكذا. الانتهاء من تقدير معلمات النموذج باستخدام منهجيه الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعه، هذا هو ARDL. نموذج هذا تسمعي فيا، نموذج هذا فيه 5 اشكال، كاين كاس 1 كاس 2 كاس 3 كاس 4 وكاس 5. في الكاس 1 كاين ARDL بدون حد ثابت او يسمى نموذج، هذا نموذج. وكاين لاكاس 2 اللي هي ARDL باشتراك حد ثابت، هذا كذلك نموذج. وكاين نموذج ثالث ARDL في الكلاس 3 بوجود حد ثابت، وكاين كاس 4 باشتراك الاتجاه العام، وكاين كاس 5 باشتراك حد ثابت وبالاضافه للاتجاه العام. انت في الدراسه تاعك هذه استبعدتي الاشكال الرابعه، درتي غير كاس 2، وعلاه؟ وهو في الاير ديال هذا يا اما تخدمي بهم في 5 يا اما تخدمي ب3، بصح ما تقدرش تخدمي غير بواحد برك. والدليل على ذلك انك خدمتي غير بكاس 2، روحوا لاخر الملحق، روحي معايا باش تعرفي روحك باش تفهمي واش قاعد نقول. روحي صفحة 217، صفحة 217 تلقي غير كاسدو، وين هي؟ وين هي؟ تلقي غير كاسدو، هاي كاسدو في الشكل 4 مثلا، تلقي كاسدو في الشكل اللي فوق، وبعد تلقي كاسدو تزيدي تطلعي فوق للشكل 3 تلقي غير كاسدو. بصح عملتي هو الار ديال هذا فيه 5 تاع لي كاس، وعلاه عملتي 4 الاخرين؟ وهل الدراسه تاعك بالطريقه هذه صحيحه ولا لا؟ هل النتائج توصلي اذا كان اعتمدتي غير على لاكاس دو دي؟ هل الطريقه تاعك هذه، هل النتائج تاعك صحيحه ولا غلط؟ هذا مشكل. اكتفي بهذا القدر، ومعذره اذا عطلت
وأحيل الكلمة مرة أخرى للسيد الرئيس واسمح لي أيضا. نشكر الأستاذ على الملاحظات القيمة واللي بين الأستاذ مش مخطر بس هي بدأت الله يبارك. ونوحي الكلمة للأستاذ العبد محمد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد، تحية طيبة للجميع أخص بذكر الطالبة سعداوي سلمى وإلى أعضاء لجنة المناقشة كلهم باسمه خاصة للأساتذة خارج جامعة سليمة الأستاذ الدكتور الخميس برجم والأستاذ الشاوي شافية. وقبل أن أبدأ الحمد لله الذي بلغنا رمضان وبارك علينا تام ان شاء الله على اول حاجه. يعني اشكر الاستاذ على الملاحظات، يعني خلينا نشوفها في التاريخ الملاحظات كامل يعني ويعني قراءتها يعني زيد على الموضوع. يعني بدون يعني كذلك هذه ملاحظات يعني فقط ملاحظات اللي انا ما عادش نعاودها يعني نعرف فقط يعني بعض الملاحظات فقط. نبدا بالواجهه يعني من اشكر طالب كذلك على العمل المبذول يعني كان يعني في مستوى الجهد المبذول في نبدا اول حاجه اللي واجهها العنوان يعني شو قالت الاستاذه سياقة العنوان كذا فيها شوية خاصة أني أقل المفروض دراسة حالة الباين يعني كما هذا يشوف دراسة حالة محاولة الاستفادة الزيادة الدولية دراسة حالة لكن يشوف المحتوى اللي دراسة دراسة حالة هي الجزاء لذلك أنا خلينا شوية في السياقة كنت قاعد تعد لها يعني كنت السياقة أحسن منها يعني بدا المحتوى يعني هو مليح لكن السياقة كانت ما تمثلش المحتوى يعني مثل دراسة حالة نموذج مقترح على هكذا قاعدة تعد لها أحسن يعني. وكذلك في خلاصه من خلال طلع المذكره هذه من خلال تمويل الاستاذ الشيء لاحظت يعني كخلاصه يعني للعمل تاعك يعني ان المحتوى كان يعني جيد جدا المحتوى كان يعني الفصول يعني بالمحتوى المضمون والقيمه المضافه فيها يعني وحاجه جديده في المذكره هذه وحوايج يسرع فيها لكن المقدمه ما تمثلش المحتوى المقدمه اللي فيها اخطاء يعني في الفرضيات في صياغه العنوان في صياغه عنوان الفصول كذا في الحوايج ياسر ما تمثلش المحتوى تاعك يعني ما عرفتيش كتسوق للمذكره تاعك يعني المقدمه هي تسويق باش واحد يقرا يهز النظره انا كي قريت المقدمه زعما نحبس يعني بالتالي ما باكر رجعت كلمات قريت فصول نلقى حاجه مليحه خلاص مخدومه يعني لم توفقي في صياغه المقدمه في التعبير حتى في التمهيد عن المقدمه بعد كم طريقه كي قريت التمهيد وكانه ملخص يعني مقدمة في الكلمة هذول هاني هو تمهيد مش ملخص يعني تزيد حوايج كاينين يعني في حتى الفرضيات يعني عندك في المقدمة كاين حوايج اللي حاب نثبتوهم لقيتهم في الفقرات الأولى في المقدمة يعني هذا الشيء اللي لاحظته في المقدمة كانت يعني ما تمشي أصلا رغم أن العمل جيد جدا يعني كان يعني الفصول ولا كان خدمة يعني أولا كذلك نروح مباشرة يعني بدون ما نعرف حوالي كثير من الأسئلة ملخص نروح ملخص الشيء حتى تكون في الملخص أن الكلمة التصحيح كانت يعني جمل يعني كانت تعتبر ياس كان بعض حتى جمل يعني ياس يعني من فرون الكلمة التصحيح يعني ما قل ودل فقط وهي النظام مرة مش مكيدة كي يستعب الزاب شوي بنا نقول حتى الله كذلك الملخص فيه يعني ياس أسطر ملخص ما تستطيعش تطلع فيه ملخص منهجي من فوق ما يفوتش من تسعه ما يفوتش حتى يعني كان ما تعرف عليه يعني هو تشوف ياس يعني 16 سطر يعني فيه ياس فقرات يعني مش ملخص نحاول تخلصي ما قال ودل فقط وخلاص نروح في الفهرس المحتويات كذلك شرحته في فارس اول حاجه ايه قرانيه ايش نبحث عليها ما لقيتهاش بس ما لقيتها ما كانش ايه قرانيه من ردت في الواجهه بعد الواجهه قلت يعني بسم الله الرحمن الرحيم ايش التاريخ قلت الفهرس نبدا نقصد ايه قرانيه
البسمله كاين بعض البسمله هي ايه بس كنت تبسم كنت تسال كاين اختي الفخي كنت تبت ايه دير لي ايه معليش بصح ولا نحي دير لها بسمله دير اسمي بسمله وخلاص وخلاص يعني باش عاود يتوافق بعض نوع ما مش تدافع عن الفحص التوافق نعرف اول أول ترقيم روماني اثنين تبدأ لا اثنين واحد حتى واجهة الفحص الفويات تعتبر هي صفحة الأولى بداية أول بداية هي من واجهة الفحص الفويات واحد لا في لا ترقب بس مش اثنين في الفحص نشوف من بداية اثنين أول صفحة هي الفحص الفويات هي الترقيم بتاعها روماني واحد لكن ما تواجه في الواجهة كذلك نحط الخطة هي كانت واجهة الخطة يعني كانت واجهة محت فصول بعد المباحث رابع فصول كل فصل بيتك مرة يتم دلسة الأستاذ مباحث غير واضحة في الإدامة واحد باش يراعي المبحث وراء مكتب قلت أن تشيف رزبين مبحث مطلق أولا يبدا صعوبة يعني يعود خط سميت يعني عنوان المبحث الأول مبحث ثاني ثالث خط سميت كما الفصل الأول لا غلط يقرا يعني مباشره في المبحث الاول الثاني هذه ملاحظه ثانيه المفروض لذلك لاحظت اللي بنحكي لاحظ اولا ثانيا 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 بعد ما طلب الدور في اولا ثانيا حتى التاسعه وبعد ما طلب فيهاش هنا لو حد يقرا غير توازن مش متوازن يعني المفروض خليه في المحتوى بعد اولا ثانيا ما دام انا مش كامل فيه اولا ثانيا ثالثا خليه في المحتوى بعد لا مش في العلماء، العلماء فقط عودت المطالب فقط. والله إذا كانت متوازنين كامل يعني معليش، بس من حتى التاسع يعني ما تعودش في السؤال. ناحيين خليه في المحتوى خلاص، باش على الأقل يقرأ بل متوازن على الأقل. كذلك نجول العناوين سياق العناوين. الفصل الأول ما هي التكنولوجيا؟ لأن ثلاث أشياء. بعدها بتحاول العموميات. باش ما تعرفش من جيل الماهية فيها كاين الماهية واش مثل التعريف خاصة فيها. نعرفش من عنوان الماهية ومن بعد في العموميات نبداو في الفوجيات يعني السياق ما تقولش ماهية تقول غادي مثلا اطار مفاهيم تخرج من الاطار العام اللي مش ماهية فيه عموميات فيه فوجيات الهضرة ما تعتبرش ماهية حاب يعدل معنا عنوان السياق الفصل الاول خاطئ هذا الكلام ماهي الشيء هي معناها مفهوم وخصائص كانت تحتاج تدخل في الماهية من خاطئ كذلك راح نعرف في الفصل الاول هضرت على الاقتصاد الرقمي في مبحث كان الاقتصاد الرقمي ولات ما كلمة الرقمنة ما عندهاش مثلا في العنوان في الشركة لا حتى حاجة وفي الخطة عندها يعني وزن ياسر الاقتصاد الرقمي والرقمنة هضرت عليه هو الأول سبب ولات ما عندوش حتى يعني كلمة الاقتصاد الرقمي والرقمنة في الأسئلة الفرعية في الإشكالية في عنوانها رغم أن الرقمنة هي أهم حاجة ضرب في الاقتصاد الرقمي ضرب أهم حاجة رقمة الجامعة رقمة المناقشة رقمة الجماعة على الأقل تحت على الأقل مكان شوي في الحركة في الإشكالية في حاجة قال زيديها حركة في حاجة لذلك لاحظت بعض كلمات اللغة الأجنبية نخرج بين قوسين من اللغة الأساسية العربية أي لغة خارج من الأخرى في المذكرة تجي بين قوسين من الأجنبية لذلك في الفصل الثاني المبحث الثاني في الفصل الثاني في المبحث الثاني درت على الأداء أو ما يدخل الأداء الأداء سنة ست عام درت عليه المفروض لقد كنت خصصتين على الأداء في قطاع الجمارك والحاج الجمارك الفصل المبحث كامل على الأداء في سبع عام ما فيش للجمارك حتى حاجة الأداء في سبع عام متوسطة ورغم أن العنوان هو أداء قطاع الجمارك مش أداء استعمال ثلاثة من الأستاذ مبحث ثلاثة ونفسه تقريبا من عنوان الفصل شبه يعني العلاقة بين الأخر
روح مقدمة. إذا في مقدمة لبس انتباه إلى العبارة اللي أنت حاجة لإتمام عملية أقتصادية. اكتفيت المنافسة المرتبطة بامتياز الورقة بعيدة بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي. يعني المنافسة تبقى الأصل هي المرة الطبيعية الأصل، اللي عنده المرة الطبيعية هو اللي يقدر ينافس. لأن هذا الاقتصاد المعرفي أي واحد قادر اقتصاد رقمي، أي واحد أي دولة قادر تجيبه يعني أي بس الحاجة ما كنتش تكتسبها أي دولة ولا أخرى هي المرة الطبيعية. هي تبقى الأساس التنافس يعني هي التمييز بين الدول. أشحينا يعني تقضي ولا ما فهمش قادر عندك قصد آخر ولا حاجة هكا ولا أشحينا تقضي في الجملة. المرة الطبيعية ما عادش خلاص ما عادش عندها معنى. البلي خاطئ تبقى هي الاساس الاخر كمل فقط بس حين هذه قصد تاع الدرس مع القصد اصلا لذلك كما قلت في المقدمه تم صياغتها كانها ملخص في واحد سبع المقدمه كامل الا وكان تلخص في المذكره تاع الدرس نتائج حتى زيد حتى تعطيك احصائيات كما الاحصائيات يعني المفروض ولا الحوايج تاع المكتب المفروض المقدمه هي اللي تشاء الطالب ما تنساش المكتب حتى الاحصائيات تعرض عليها بتعبير اخر لأن هناك معدلات ضعيفة وهناك معدلات كبيرة حاجة مثلا بديش حوايج يعني نكتبها كانت هي من الإنشاء تاعها نروح للإشكالية والأسس الفرعية السؤال الفرعي بعد ذلك شوي يحتاج إلى صياغة السؤال الفرع الأول هل فعلا أصبحت التفرقات في مجموع المال واقع على مناخ في قطاع الجمال؟ يحتاج شوية إعادة صياغة شوية. نروح كذلك لأهمية الدراسة والفرضيات كما زي الأستاذ الفرضيات كانت في الصياغة تاعها مش طريقة فيها الأخرى. فرد الرئيس تشوف فرد الرئيسية فرد الفرعية ما تنتجش فرد الرئيسية لأن فرد الفرديات الفرعية نقولوا هي اشتقاق من فرد الرئيسية قاعد مثل الفرد الرئيسية نلتوها في بعض جوانب الفرديات الفرعية قاعد ننفوها لأن الفرد الفرعية كنا نقراهم نلقاهم شق شرح ولا عاد شرح فرد الرئيسية ولا حاجة كمان مش من الفرد الفرعية وتعود بطريقة تأكيدية يعني إثبات يعني لأن هناك كذا يوجد كذا حاجه اثبات لشيء معنى معين في يعني جسم يعني الفراديات لم توفق في درس فيزياء فرادية رصيد الفراديات كان مش روح أهمية ذلك من أهداف الدراسة كذلك نوع ما خلق من أهداف أهمية يعني كل أهمية الدراسة هي أهمية من الأطراف التي تستفيد من الدراسة أهمية الدراسة يعني شو الأطراف تستفيد مثل أصحاب قرار الجمال مثال للباحثين المجاهد شو الاشخاص ولا الجهات قد تستفيد من الدراسه هي اهميتها والاهداف الاهداف تحب توصل لها يعني تسيب بعض الاهداف درجات الاهميه نقاط حطيتها في بلاصه الاهميه مش نفس الاهداف كذلك الدراسه السابقه رتبتها من الاقدم من الاحدث هي المفروض انا نحب بدل من الاحدث الاقدم احسن من حاجه مليحه واحد يقع الاحدث الساعه من بعد الاقدم خلوا الاخر في بلاصه نبدا الساعه نبدا الاقدم ما عندهاش ثمن روح سعد بن صالح العبيدية دي الناس يبدا يعرف شيء شو الاحد الساعة من بعد اقدم الناس يا سلام اما نبدا بالاحد بساعة نخلو الاحد الاول ولا بدر سيدي قال عندك منظور معين اهدرين يعني جاوب ما عليك اذا عندك منظور معين بلا بديت الاقدم جاوبين خلاص يعني مش قادر يخالف روح صعوبات دراسة صعوبات دراسة صعوبات دراسة من بين الصعوبات انعدام دراسات تربط بين انعدام دراسات درتها انعدام خلاص ما كانش دراسات تربط بين هذا هل انعدام صح؟ ما نظنش في انعدام على الاقل قلت على الاقل قلت وحتى الوقت هذا وقت يعني توفر معلومات ما يصدقوش حتى صح قلت يقول كاينه كنت اللي قلت وما يصدق واحد ما يصدق قلت ما بالك انعدام يعني شويه فيها انعدام يمكنش خلاص انت مع الدراسات ثبت بين الاول
الاقل ديال حسب علم، الاقل ديال حسب علم الطالبه، حسب علم على الاقل زيدها شويه، الاقل ديال زيد عبارات حسب علم الباحثه ولا الطالبه، لا توجد على الاقل حسب علم المتعلم. على الاقل كاين لغات كثيره وكاين ديال حسب تيبان ديال الحوايج الوسطوط ما كانش ممكن، على الاقل زيدها باش في الواقع. نروح للفصل الاول. الفصل الاول هو الفقره امامنا، موجة التحولات العميقه هي نفس الفقره موجوده في المقدمه، شي لاحظتوا نفس الفقره موجوده في التمهيد في الفصل الاول امامنا موجة التحولات الدوليه، حتى الاخر موجوده في المقدمه نفسها بعد. ما فهمتش ديال الكوبري كولي باش تبدلها ما بدلتيهاش، ما فهمتش تيمكن منهجينا كاين شوي في التعبير في الاخر المفروض ما تعودش على الغلطه. نفس الفقره في المقدمه موجوده في التمهيد عاودتها حرفيا بعد كذلك المبحث الاول، رحت تمهيد المبحث الاول. المبحث الاول عمومية حول الاقتصاد الرقمي، تعادل التسميات في التي تطبق على العصر اليوم الاقتصاد الجديد. هذه الشعر هذه التمهيد هذه ليست في المقدمه ديال عصر التحولات عصر هاكر واحد كيسميه ملوش في مبحث وسط الاخر نديرو تمهيد مهام تمهيد في الغالب اللي يبدا بالعصر الحالي يطلق عليه تسميه كذا يعود في المقدمه يعني الشيء اللي نعرفه انا ما يعودش في مبحث حتى وسط نلقاو تمهيد مهام حاب نبدل هذا كذلك في صياغه ثانيه المنهجيه في الصياغه العلويه حتى شوي عندك عندك ثاني في بعض التعريف صفحة 3 كاين تعريف موجودة في المجهولتين أصلا صفحة 3 كاين بعض التعريف مباشرة في التسميه وخلاص وأي تعريف يعود بين شولتين وفي التعريف الشخصي كذلك في صفحة 3 تعريف شخصي موش في مش دفع موضوع فيه يعني في غموض شوية جدول ذا صفحة 6 في المقارنة بين الاقتصاد التقليدي والرقمي من حيث الطور التكنولوجي من حيث خريطة الأسواق الاقتصاد التقليدي هو ثالث في الطور التكنولوجي ناخذ سريع ما ندوش ثالث أقل أقل سرعة ولا أقل ما عودش ثالث خلاص الاقتصاد التقليدي كاين تطور تكنولوجي بصح ما وصلش الدرجة كيما الاقتصاد الرقمي نقول ثالث خلاص ما بداش تطور خلاص تما شوية ما تعودش يعني مستحيل يقولوا اقل سرعه اقل ما نقولش ثابت كذلك تغير السوق ثاني مستقره خلاص مش مستقره لازم مش روش مستقره روح صف 6 كذلك مطلب 2 عنوان تاعو اشراك قياس الاقتصاد الرقمي ولكن في المحتوى في مطلب 2 نلقاو تحت متطلبات الاقتصاد الرقمي وتحت المؤشرات كذلك عنوان المطلب ما يمثلش المحتوى تاعو مطلب ومؤشرات شوف المحتوى اللي قلت هذه المتطلبات والمؤشرات قال المتطلبات والمؤشرات لازم ديما العنوان يمثل المحتوى تاعو المطلب ما يمثلش المحتوى تاعو ما يمثلش خاص لا لا يمثل اقل مدى الاول متطلبات وي صحيح باين هذه الفرق من احدى ولا نروح للخاتمه الخاتمه خاتم التمهيد تاعها زوج صفحات كذلك التمهيد ما حوسه ما تفرقيش ما بين التمهيد تاع الخاتمه وشنو التمهيد في المقدمه في المقدمه درتي خلاصه وفي الخاتمه وكان تمهيد منهجينا ما عرفتيش فات واحد الامور شكليه برك هو اهم حاجه في المذكره هي المقدمه والخاتمه اذا كان البعض يشبه المذكره شبه بحرف زائد كيما معناها المقدمه والخاتمه هما الاعراب الاخرين ما كانش برك شي واحد يقرا المقدمه والخاتمه يدز نظره خلاص على نسيتكم نقرا المقدمه والخاتمه ما نقراش محتوى يقول هذه مش مذكره خلاص ما وفقتيش خلاص في التمهيد في التعبير في الذي ما كانش خلاص في سياق الفرضيات في سياق العناوين في الاخر انت اهتميت بالجوهر برك درت جهد كبير بالجوهر
والدليل حتى ان الصياغه في اخر لحظه الاداه هذه ما عادش لها الدليل بعد في اخر لحظه ما خليتيها اداه مش اداه هذا دليل مش مهتمه خلاص بالتصوير تاع مهتمه قبل جوهر وقبل المضافه والحوايج الرسميه اما حتى هذيك تهم ضرب عنوان المقدمه الصياغه مليحه تاع هذيك اهم حاجه ضرب انت ما اهتمتيش خلاص دليل ما درتيش جهد عاد من الاول عاد عاد لازم فقرات عاد صياغه الفرضيات عاد النتائج عاد مقدمه الصفحات ما تصلحش تصلح وكانها تداخل في الخاتمه وكانها تمهيد ماهيش واحد صح ما هاد فقره شويه في الخاتمه هكا بعد يبدا في النتائج تاعو النظريه التطبيقيه يبدا التوصيات يبدا واش صفحتين خلاص وشكرا هذه ملاحظات فقط عندي نشكر الاستاذ على هذه الملاحظات القيمه نوجه الكلمه ولا نقدم الكلمه للاستاذه شاوي شاوي هاجي بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولاً أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة أعضاء اللجنة في هذه الصبيحة العلمية ولجميع الحضور ونقول لكم رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. أشكر كذلك يعني المشرفين الأستاذ الدكتور خروف منير والدكتور جبار ياسين على إتاحة الفرصة حضور يعني أول مناقشة في جامعة جالما ممكن جيت في ملتقيات قبل هكا بس هذه أول مرة لمناقشة لي أنا يعني جيت سعيدة بذلك أحيي جميع الحضور معنا أحيي الطالبة على اختيارها لموضوع جد مهم خاص بالاقتصاد الجزائري ألا وهو قطاع الجمارك ومحاولة تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء على هذا القطاع لتحسين أدائه والاستفادة من تجارب دول رائدة في المجال ويعني ديتي كما يقولوا من كل بستان زهرة دول متقدمة دول يعني سائرة في طريق نمو كما الصين مثلا ودول اللي عندها يعني نقولوا تتقارب في اقتصادها مع الاقتصاد الجزائري كالمغرب مثلا. بالنسبة لخطة الباحثة يعني كانت الخطة متوازنة الأفكار متسلسلة مترابطة تصب كلها في صلب الموضوع يعني الإخراج تاعي كان جيد بالنسبة للرسالة الأخطاء الإملائية التي كذلك مشكورة على ذلك يعني قليلة مش كما مولفين نشوفوا يعني في باقي الرسائل دفوا يعني المعنى يكون اختل تماما نتيجة يعني الأخطاء الإملائية هذه الإخراج نلمس فيه يعني جهد الباحثة والمشرفين يعني في الجانب الاقتصادي الجهد يعني تاع الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور خوف بونير وفي الجانب التطبيقي يعني استعملت انتيا كنموذج اللي بعد راح نشوفوه يعني عندي تعقيب عليه انتيا مشكورة كذلك يعني والأستاذ جبار اللي راهو في التخصص بالنسبة للإحصائيات كذلك مشكورة على ذلك لأنها كانت إحصائيات حديثة يعني وصلت حتى لسنة 2023 في الإحصائيات اللي قدمتها وقدمت يعني إحصائيات مستقبلية أو توقعات الإشكالية نتاعك مهمة جدا بالنسبة يعني القطاع كما قلت سابقا قطاع الجمارك في الجزائر أين أحط يعني بجميع متغيرات الدراسة كسوة في الجانب أو في الشق النظري أو التطبيقي واستخدمت نماذج كنموذج الانحدار الذاتي لفترة الإبطاء واستعملت يعني البرنامج هو عادة يعني في العلوم الاجتماعية نشوفوا الطلبة تاعنا ولا الباحثين يعتمدوا على الـ SPSS انتي يعني مشيتي مع ما يتماشى مع طبيعة الموضوع واستعملتي لي فيوز لا فيرسيون تاعو اللي هي 12 اعتمدت على عدد معتبر من المراجع تنوعت بين الكتب مقالات رسائل ملتقيات قوانين تقارير
لي سيت اوفيسيال او مواقع انترنت رسميه بين العربيه وبين الاجنبيه سورتو باللغه الانجليزيه، هذا يحسب لك او يضاف اليك. ككل عمل لا يخلو يعني من النقائص، ملاحظاتي سوف تكون بين ما هو شكلي وما هو موضوعي، يعني لا تنقص من قيمة العمل تاعك شيئا، وإنما هي راح تكون ملاحظات توجيهية لأعمالك المستقبلية على اعتبار يعني أنك باحثة في المجال العلوم الاقتصادية. بالنسبة للعنوان يعني كما تفضل الأساتذة الكرام، المفروض يعني انك سورتو يعني هذا سيتان بلس بالنسبه ليك سي انك عملتي حددتي فتره الدراسه تاعك من سنه 2010 على ما اظن الى سنه 2023، يعني 2007 ل 2023 المفروض كنت تضيفي في العنوان تاعك دراسه الحاله نتاع طول الفتره نتاعك من سنه كذا الى كذا، يعني الاحصائيات المقدمه هي خاصه بفتره معينه، لا الفتره اللي قبلها ولا الفتره اللي راح تجي من بعدها. هذه الملاحظه بالنسبه للعنوان. كذلك يعني كما تفضل الاستاذ برجم فيما يخص محاوله الاستفاده من تجارب دوليه رائده، هذه كلمه محاوله هي ممكن نقولوا ما مدى الاستفادة كما تفضل أستاذي الكريم سابقا. بالنسبة للملخص، بدأ بكلمة الترمي كما قال لك عندي عنصرين أساسيين بما فيهم المنهج بيان سور العنصر الثالث، نقولوا هدفت هذه الدراسة، يعني الأصح نضيف كلمة هدفت هذه الدراسة، ومن بعد خلصت الدراسة إلى يكون النتائج نتاعي يعني مختصرة جدا، بس يكون انتريسي بالموضوع من بعد حيدخل في صلب الموضوع ويشوف من بعد الـ يعني المحتوى نتاع الموضوع ولا يتعمق فيه أكثر. بالنسبة للكلمات المفتاحية كما قالوا الأساتذة الأفاضل قبل، الملخص جاء نوعا ما طويل، وعادة الملخص يكون نصف صفحة اسمه ملخص، والكلمات المفتاحية نتاعك اللي حطيتها هي نورمالمون الكلمات المفتاحية تحمل متغيرات الدراسة. كي نروحوا للكلمات المفتاحية نتاعك مثلا الاداء حطيتي عليه فصل كبير وحكيتي على الاداء، وحتى في العنوان تاعك راه واضح يعني الاداء القطاع الجمارك الجزائري، الا انه لهنا ككلمه مفتاحيه استثنيا منها داكو. حتى بالنسبه للاقتصاد الرقمي ممكن كي نقول انترنت الاشياء راح تشمل لي راح نتحدث لا محاله عن الاقتصاد الرقمي. تطبيقات ذكية وسي دونك لهنا نشوفها في الكلمات المفتاحية زايدة، والتجارب ما لم يتم الإشارة إليها في الكلمات المفتاحية علاقة يعني العنوان في العنوان واضح يعني تجارب لدول رائدة في المجال هذا. بالنسبة للفصل الأول نتاعك عندنا المبحث الثالث هي كما قلت قبل التقسيم تاعك تاع الموضوع جيد جدا، يعني كان متوازن جميع المتغيرات الدراسة كاينين، بصح عندك في بعض المباحث أبليتو في بعض المطالب كاين مطالب وين كانت عبارة عن عناوين فقط، يعني ما كانش فيها تفصيل، مثلا نلقى مطلب فيه كتبتي أولا ثانيا ثالثا يعني قسمتيه ولا فصلتي فيه، وكاين مباحث وين نلقاها المبحث الثالث عنوان وبعد ما كانش التقسيمات نتاعك. في الخلاصه نتاعك في التقسيم نتاعك ضفتي كلمه خلاصه، يعني في كل فصل عنده الخلاصه تاعو، هي يعني الاجدر نقولوا خلاصه الفصل مش خلاصه فقط، خلاصه الفصل بس خلاصه تاع واش هي تاع الدراسة كاملة تاع فصل معين لازم تاع مبحث لازم نحدد لهنا نقول خلاصة الفصل. في الخاتمة وسي نقول خاتمة عامة، وعلاه؟ لأنه الخاتمة تشمل
الدراسة كاملة، يعني مش راح يجي المضمون تاعها راح يحمل لي مثلا اختبار الفرضيات ولا نتائج نتاعي، ما هو نظري وما هو تطبيقي. دونك نقول الخاتمة، نقول الخاتمة العامة وليست خاتمة فقط. بالنسبة للمقدمة، يعني نضم صوتي للأساتذة الأفاضل، المقدمة جات التقديم تاعها طويل طويل خلاص، يعني تقريبا صفحتين ولا نورمالمون نروحوا الاختصار واخذ يعني ما يخدم الاشكاليه مباشره، ما نتعمقش يعني في الشرح. الشرح كي نحب من بعد ندخل في المتن نتاعك باغ لا سويت ونشوف الحاجه اللي نسحقها ونروح لها ديريكتومون. الاحصائيات وسي كيما قالت الاستاذ برجم، الاحصائيات ما نحطوهاش عاده في المقدمه، ولو يعني حطيتها وحبيتي تبيني الأهمية نتاعها نحط لهنا المرجع نتاعي، لأنه ممكن تكون خاصة بفترة معينة أو تكون خاصة بسنة معينة، وبعد راح تتبدل هذه الأرقام. سطور رانا يعني في اقتصاد أو بلتقول في عالم نراه متسارع جدا. يعني الإحصائيات اللي حطيتها اللي هي خاصة بالفترات الانتظار في الموانئ والبضائع في الأرصفة. كذلك في المقدمة استعملتي كلمة اقتراح أو نقترح من خلال عملنا هذا المتواضع وضع أسس لنظام رقابة ذكي للسلاح بقطاع الجمارك الجزائري. يعني لهنا ما نحطش اقتراح في المقدمة، كلي انتي لهنا عملتي لا كونكلوزيون في المقدمة تاعك. المقدمة مازال ما بديناش، دونك ما نحط حتى اقتراح. بالنسبة للإشكالية الرئيسية تاعك، دونك جات هادفة واضحة فيها جميع المتغيرات تاعك تاع الدراسة، إلا أنه لهنا بالنسبة للتساؤلات الفرعية أنا ما نوافقكش كما قالوا الأساتذة، هي جات عامة. يعني المفروض أنه التساؤلات الفرعية هي تبسط الإشكالية الرئيسية نجزئها، داكور؟ هنا جات عامة، وبالنتيجة يعني بعد باغلاسويت في اختبار الفرضيات نتاعك جات كمسلمات، يعني حاجة باينة نتيجة تاعها وش راح تبان، ما تحتملش التأكيد ولا الخطأ أولا النفي. دونك لهنا جات من الاول راح نحكم عليها واش راح تكون النتيجه نتاعي. في الفرضيه الفرعيه الثانيه تكلمتي عن تحسين اداء قطاع الجمارك الذي يعتمد على تحسين نظام المعلوماتيه بما يخدم التجاره الخارجيه، خاصه وان الاقتصاد الوطني عامة من خلال تحسين تحصيل إيرادات الجمهورية. يعني تحدثتي هنا عن العلاقة بين رفع جودة المنتجات الوطنية موجهة للتصدير وتشجيع تنوع الصادرات. هنا ممكن يكون كسؤال وش العلاقة بيناتهم، ما فهمتش العلاقة اللي موجودة بين التحديد تاع القطاع يعني تاع الجمارك في رفع جودة المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير وتشجيع تنويع الصادرات. احنا نعرفوا كل بلي الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي يعتمد على 95% تاعو هو عبارة عن قطاع محروقات ولا منتجات قطاع المحروقات، ونضيفوا 3% ولا اللي راهي عبارة عن مشتقات بترولية. يعني كي نديو ممكن 2 إلى 3% هي عبارة عن صادرات أوغ لو سيكتور هذا. دونك هنا وشي العلاقة في التحديد تاع القطاع وإضافة إنترنت الأشياء مع تنويع الصادرات؟ من خلال عرضك لأهمية الدراسة تحدثتي على أنه تعزيز أداء الجمارك بتطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء لا يكون إلا بتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصال، على اعتبار أن البنية التحتية لها، يعني أنها هي البنية التحتية لها، حسب رأيك هنا يعني بعد تشرحينا وجهة النظر تاعك، هل يعد ذلك هو السبب الرئيسي وراء إخفاق تطور قطاع الجمركي الجزائري وتطبيقه لتكنولوجيا إنترنت الأشياء؟ يعني بمعنى واحد آخر، يعني باش نشرح لك أكثر، أنه إحنا نعانيو أصلاً
في القطاع تاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. الناس راهي في 5G وحنا في 4G وراهي تمشي يعني كما يحلو لها مش كما نحبوا حنا. دي فوا يعني المشاغل تاع الناس تتعطل بسبب الانترنت. دونك القطاع هذا ماهوش متطور كيف ما نحاول نطور انا قطاع الجمارك وانا البنيه التحتيه تاع القطاع هذا ماهاش متطور. اوكي هذا يعني السؤال اللي يعني. فيما يخص منهج الدراسه لم يتم التحدث عن المنهج التاريخي بيان كو بعد بار لا سويت في لا بريزونطاسيون تاعك ذكرتيه وحتى في الملخص نتاعك ذكرت المنهج التاريخي بصح في المقدمه لم يتم الاشاره اليه يعني كعنصر المنهج لم يتم التحدث عليه. بالنسبه للدراسات السابقه انت يا مشكوره يعني على الدراسات اللي قدمتها يعني فصلتي بين الدراسات بالعربيه واللغه الاجنبيه الى انه هنا لدي تعقيب فيما يخص الترتيب تاع اسمها لونشينمون تاعهم. هو عاده احنا كنا نستعملوا قبل نقولوا من الاقدم الى الاحدث دوكا يقول لك لا لازم تحطوا من الاحدث الى الاخر لهنا كمجرد راي فقط هما في زوز ممكن اصحاح. الحاجه اللي نعطيك لها ملاحظه فيما يخص الدراسات السابقه هو صحيح كما قال لك الاستاذ برجم كاضافه لك حطيتي ما يميز الدراسات السابقه عن الدراسه الحاليه وهذا نفتقده في العديد من الرسائل يعني حطوهم كما قال لك هو بريستيج يزينوا به مفرد بس حنا وش الهدف منهم يعني وش الأصالة العلمية ولا لو بلوس اللي قدمت وانا في الموضوع نتاعي وش الاختلاف بيناتهم. انت قدمتي اختلاف عام هو لا هو الأجدر انه كل دراسة ما يميزها عن دراستك كل واحدة واحدة يعني وش عنده حطيتي وش عنده هو في الدراسة نتاعو وانا وجبت لو بلوس بالنسبة له وش الاختلاف داكور هذه الأصالة العلمية نتاعك. حدود الدراسة أوسي يعني عندي نفس الملاحظة اللي قدموها لك الأساتذة عادة نحط الحدود المكانية والزمنية سورتو كنتي حطيتي يعني الفترة والحدود المكانية باين يعني قطاع الجمارك الجزائري فيما يخص الموانئ يعني بس كي نقول قطاع الجمارك أو كامل انتي حددتي فيما يخص الموانئ. نموذج الدراسة أوسي غايب. نموذج الدراسة هو اللي يبين لي العلاقة بين المتغيرات شكون التابع شكون المتغير المستقل وهنا ما على باليش المتغيرات نتاعك والعلاقة اللي تربط بيناتهم سورتو ما نقولش هذا تابع وهذا متغير وخلاص العلاقة اللي بيناتهم واش. وكنت كم انت يعني نشكرك جدا لانك قدمتي من بعد بار لا سويت سيستم اللي تخدم به يعني كاقتراح للجمارك قطاع الجمارك الجزائريه الا انه لهنا ما حطيتيش نموذج بالنسبه للدراسه التطبيقيه نتاعك عاده نلقاو نموذج بما يخص الدراسه كامله ونموذج في الجانب التطبيقي خاص بالدراسه التطبيقيه. بالنسبه لتقسيمات الموضوع ما نقولش تقسيمات وانما الاصح نقول هيكل الدراسه والاستثني فيهم لهناني هما مهمين جدا. هو انا كيما استاذ خروف نقرا المقدمه والخاتمه ومن بعد نطلع واش كاين في النص لانه كيما يقول لك الموضوع كامل حتلقاه في المقدمه والخاتمه ومن بعد ندخل في النص هكا انا نمشي هكا المقدمه والخاتمه نفهم الموضوع مليح ومن بعد ندخل في النص ونتعمق فيه. اوكي نشكرك كذلك على تقديمك لتحليل بالنسبه للجداول والاشكال عاده يعني في الرسائل نلقاو يحطوا هام الاشكال وهام الجداول بصح بدون تعليق يعني وش السبب وش المؤشرات هذه ولا بلوتو وش الارقام هذه وش المعنى نتاعها ما كانش تحليل. انت يا مشكوره جدا على ذلك يعني اعطيتينا تحليل حتى من الاحصائيات تاعك يعني كانت جديده
بالنسبة للمباحث، المباحث ما تتحطش في آخر صفحات ولا في نص صفحات، المباحث عادة نحطوها في اللي هي الأولى في الصفحة يعني. نبدأ حتى ولو بقات لي نص صفحة نبدأ في صفحة جديدة. فيما نحاول نتجاوزو ماكسيموم فيما يخص الإنفاق العالمي على الإنترنت الأشياء. قلتي لهنا على المستوى العالمي، قلتي لهنا بلي كاين نمو، انا اخالفك رأي. وعلاه؟ بس كي مديتي انتيا الاحصائيات فيما يخص النمو، مديتي تاع سنتين، ما نقدرش نحكم انا بين سنتين اسكو كان هناك نمو ولا لا، لازم تكون فتره معينه على الاقل 5 سنين نقول زاد ولا ما زادش. ممكن الارتفاع هذاك هو كما نقولوا احنا خاص بسنة درك هذيك، ومن بعد قادر يهبط، قادر تكون عندي شوت ليبر سورتو يعني عملتي إشارة في الرسالة نتاعك إلى جائحة كوفيد، دونك هنا وين الأرقام ياسر اللي عملت شوت ليبر. وكي قلتي هناك نمو، إلى ماذا يعزى هذا الارتفاع؟ وشي السبب الأساسي ولا الرئيسي اللي خلى الإنفاق العالمي على انترنت الاشياء يزيد؟ في كجانب شكلي فقط، من المستحسن وضع فراغات بين المتن وبين عنوان الشكل ولا الجدول والمصدر، ومن بعد كي نزيد نرجع للمتن. دونك هنا باش يبانوا واضحين يعني، كجانب جمالي فقط بالنسبه للرساله نتاعك، سورتو يعني قلت لك الاخراج تاعها كان جيد جدا. تم التحدث عن قطاع الجمارك والتسهيلات الجمركية المقدمة للمواد الأولية، قلتي الداخلة في عملية تصنيع السلع الموجهة للتصدير، يعني استراتيجية الدولة لهنا أنها تشجع في تنويع التصدير خارج المحروقات، صح؟ إلا أن هناك تسهيلات، أنا أقول لك إلا أنه كاين هناك تسهيلات كذلك تعطى وستعطى للسلع المستوردة. وعلاه؟ خميرنا عنا في إطار الانضمام للشراكة الأمم المتوسطية وكمسعى للانضمام لمنظمة التجارة الدولية العالمية بلدو. دونك لهنا حتى السلع المستوردة رانا في إطار ولا في الطريق تاع إلغاء الرسوم الجمركية ولا التخفيضات. دونك هنا حتى السلع المستوردة راح تستفيد من هذه التسهيلات ولا الامتيازات. وهنا السؤال اللي نطرحوه لهنا، ما هي قوة المنتج الوطني في مجابهة هذه السلع المستوردة خاصة من ناحية الجودة؟ سيغت البخي راح يكون أقل والجودة أحسن، داكور. وكي نحكيو على السلع يعني الموجهه للتصدير، كما قلت قبل يعني معظم السلع الموجهه للتصدير هي المحروقات او مشتقاتها. كاين شرط اسي ممكن نتناساوه فيما يخص الاستيراد ولا احنا قلنا قلتي بلي راح نشجعوا التصدير وراح نستوردوا مواد اوليه داخله في السلع هذه اللي راح نصدرها. ما نتنساوش حاجه اللي هي اسمها قواعد المنشا. قواعد المنشا يقول لك لازم ما نقلش على ان بورسونتاج في التركيبه تاع السلعه باش نقدر نصدرها وتستفيد من الاعفاءات الجمركيه. نسبة 80% ولا 70% لازم يكون يعني المواد المركبة لهذا هذه السلعة تكون من البلد، يعني من البلد، يعني مش نستورد ونصنع به ونعاود نرجع، اوكي. والقواعد المنشأ عنده إشكال كبير كبير جدا لهنا بالنسبة لينا احنا كاقتصاد جزائري، داكور. تم الحديث عن قطاع الجمارك ولم يتم التطرق لهنا الى مديرية التجارة. هنا حكيتي يعني من المقدمة تاعك من ديبو حكيتي على شو اسمه اللي سميتيهم فترات الانتظار، يعني السلعة تقعد في البورت تستنى.
حتى يتم الاجراءات الجمركيه ومن بعد باش يتم يعني اخذ القرار اسكو السلعه هذه تدخل ولا ما تدخلش. وكي نقول لك انا بلي مديريه التجاره عندها دور اكبر باسكو علاه عندهم ان سيرفيس ولا دي ديتاشي اللي من مديريه التجاره يروحوا للبور سي دي ديتاشي وين لهنا يعطيو القرار النهائي بالاضافه الى الجمارك. والفتره هذه اسكو 2.5 بليش يعطيها في الاحصائيات تاعك في المقدمه 2.93 ولا اللي مديتها هذه تدخل فيها الفترات الانتظار تاع مديري التجاره ولا لا؟ نعطيك مثال بسيط عندهم يا 3 في رمضان اوروبا سبور، تعرفوا اوروبا سبور؟ اوروبا سبور هي سي اون شان اللي تخدم في لي فيتمون دو سبور سواء الاحذيه ولا لي بول ولا البسه بصفه عامه. هنا جابوا ان كونتينر وين يعني فتره رمضان باش يبيعوه للعيد، يعني راح يحققوا ارباح لا محال. يوصلوا يعني خدمه الجمارك الخدمه نتاعها، يوصلوا الى مديريه التجاره هنا في البورت تاع عنابه، يوصلوا الى مديريه التجاره وين عطاوهم نون كونفورم. وعلاه؟ لانه في التصريحات تاع الوثائق المقدمه كان بلد المنشا زين، وفي لي زيتيكات يعني الوحايد هذوك اللي نلقاوهم من برا كان بلد المنشا زين. دونك لهنا رجعوا لي كونتينر هذوك كاملين. دونك هنا مديرية التجارة ما لازمش أوسي نغفلوا عليها فيما يخص الإجراءات هذه. إنترنت الأشياء في الجمارك الجزائرية وربطها كما تحدثت يعني في الفصل التطبيقي تاعك بشبكة الألياف. لهنا هل يقتصر فقط على الأجهزة اللي نعرفها احنا اللي هي الحواسيب ولا تقصدي بها حوايج أخرى؟ يعني هنا في الإحصائيات اللي تصفحتها أعطيتي إحصائيات كاملة وش اسمه على تليفوني موبيل وتليفون فيكس، بصح أخصى ما نلقاش يعني أجهزة أخرى اللي تحدثتي لها في التجارب الرائدة. كانش خلاص يعني حوايج بديهية جدا ولا حوايج بدائية جدا بالنسبة لاقتصادات أخرى. أنا نعطيك كمثال، نعطيك كمثال كاين واحد لي فيديو كاك ساعات ينعتوهم على وين وصلت انترنت الاشياء. مثلا يقول لك واحد راح عنده دار كامله ايكيبي كيما نقولوا حنا ذكاء اصطناعي، التليفون يمشي بالصوت بصمه الصوت، الباب يتحل بصمه الصوت اكسيتيرا. راح للدونتيست ورجع ما قدرش يحكي، ما حبش يحل له الباب. دونك هنا هو سيتي ان فيديو غاغ يعني مضحك بصح او ميم طون ترويجي وتنبيهي الى انه انترنت الاشياء ممكن هي اللي تتحكم فينا مش احنا اللي نتحكموا فيها. بعد عندي تعقيب وسي على الحكايه هذه. دونك هنا اسكو اقتصرت فقط على المواد والوسائل البسيطه او الاجهزه البسيطه او تعددها الى اقصى او اكثر من ذلك؟ فيما يخص يعني لو سيستيم يعني اللي اقترحتيه او حتى انترنت الاشياء، نكون معاك فيما يخص تلخيص الاجراءات الاداريه يعني لو سيستيم هذا النموذج اللي اقترحتيه انت. هو صح ممكن يسهل عليا الاجراءات الجمركيه فيما يخص لاباب خاص برك، بصح ما نوافقش معاك فيما يخص المعاينه. المعاينه قلتي انتيا ممكن ما يكونوش اشخاص خلاص ولا ممكن شخص واحد ولا نو، المعاينه لازم تكون. وانتيا ممكن كي مشيتي في الخدمه تاعك فيغ القطاع الزراعي اكثر، بصح لو ندي القطاعات الاخرى المعاينه كيما الكيميائيه ولا ما عندها حتى معنى. يعني كي نهز البلوز ولا ونروح نعاينها مش راح نحللها في الواحد في لابوغاتوار.
باسكو استعملتي الطرق الكيميائيه، المعاينه الكيميائيه. دونك هنا معاينه الاشخاص مهمه جدا جدا جدا. ما نوافقش معاك هنا في حاله البضائع، يعني سورتو يكونوا نون كونفورم، باسكو ممكن نسهل انا في الاجراءات ومن بعد كي نوصل لحكايه المعاينه الشيء اللي عملته كامل يرجع. ها عطيتك مثال كبير على شو اسمه على اوروبا ستار. ممكن عندي بعض التعقيبات فقط فيما يخص انترنت الاشياء. انا سؤالي الى اين وعلى هسنا الى اين؟ احنا دوك قاعدين نعيشوا في عالم رقمي يعتمد على ربط كل شيء بالانترنت. في الباك كلنا نخاف، وعلاه؟ حتى ولو مش راح نعقبوا الباك نخاف، وعلاه؟ لازم تبروغرامي من سيمانة قبل وش عندك ليزيميل تبعتيهم، وش عندك خدمة تخدمها قبل، باسكو علاه الانترنت تقص. دونك لهنا اني نربط قطاع الجمركي يعني 100% بانترنت الاشياء شوية صعيبة، يعني نحكي خاصة في الاقتصاد الجزائري، خاصة في الاقتصاد الجزائري. بس كده هنا يعني حتى كاين دي ريمور اللي قاعدين يدوروا دوكا يقول لك من على 5 سنوات ماكسيموم حتى تقطع الانترنت او كل شيء يمشي به. وما نشوفوش احنا، يعني احنا ممكن في البدايه على الاترونجي كل شيء خلصوا بالبورتابل، حتى لي كود كيو ار دوكا كلهم بالبورتابل، يعني ما تسحقيش خلاص حتى لي كارت دوكا سيب ما بقيناش ما بقاوش يستعملوهم. داكور. دونك هنا وسي عندي ملاحظه فيما يخص انترنت الاشياء اللي هي اشكاليه اختراق الاجهزه وتدميرها. انا ممكن نشوف فيها انترنت الاشياء انه الدول هذه قاعده تمشي فير لو سيستيم هذا باش تتحكم فينا، باسكو ساهل نبعث لك ان فيروس وين يدمر لك الاجهزه نتاعك الكل، صح ولا لا؟ نحبس لك انترنت ما تخدمي حتى شيء، الاقتصاد ينهار كومبليتمون. داكور. دونك هنا نعمل انفرا كي نحكي على انترنت الاشياء فيها شويه عندو اي وسي حاجه فقط. احنا نحكيو على انترنت الاشياء، الاجهزه اللي راح تعتمد على انترنت الاشياء تكون دي تكنولوجيا عاليه 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 جدا. داكور. اسكو حنا نمتلكو تكنولوجيا باش نصنعو الاجهزه هذه؟ يعني هنا راح تكون تبعيه 100% للتكنولوجيا للاجهزه. كان الاستاذ امير السعد ربي يرحمه قرانا تجاره وماليه دوليه، قراني اون ثوازيام اني وقرانا ماجستير. واش يقولنا؟ يحكي لنا على لو بوم اللي صرا في قطاع الخدمات، يقول الاقتصاد الحالي هو اقتصاد خدمات، صح؟ بصح الاشكال انه حنا نمشيو فيغ قطاع الخدمات ولا نستكمل حلقات تاعنا في المجال الصناعي. يعني كي نحكي على مجال الخدمات او قطاع الخدمات وين كيما نقولوا يساهم درجه كبيره في لو بي بي تاع اي دوله، لهنا لازم نكون استكملت حلقات تاعي فيما يخص المجال الصناعي، لانه الخدمات تعتمد على اجهزه ذات تكنولوجيا عاليه، والاجهزه هذه شكون يخدمها؟ يخدمها القطاع الصناعي. داكور. دونك لهنا ما نقدرش نحكي على خدماتي ولا انترنت الاشياء بلا ما نحكي على التكنولوجيا اللي لازم نتحكم فيها، وحتى يعني الادوات ولا الوسائل المستعمله في الدومين هذا. نموذج المقترح ما عنباليش انا، انت مشكوره على ذلك كما قلت لك، يعني ممكن الاستاذ جبار كانت عنده لمسه في الاخراج تاع النموذج هذا كاقتراح فقط، يعني في اطار القرار 1275. وعلاه ما قدمتوش طلبة الدكتوراه؟ عندهم امتياز انهم يقدموا لي بروجي نتاعهم في اطار القرار هذا، يعني مؤسسات الناشئه، ولا يعني ما خدمتوش في المجال هذا، خاصة انه يعني شوفي كيعود في اطار الجامعة. انت واش قلتي خدمت النموذج هذا باش نقترحو تعمل به الجمارك الجزائرية، كيعود في اطار انت تقدميه مع قطاع الجمارك الجزائرية مش كيما يعود في اطار جامعة، يعني راح تحكي هيئة رسمية مع هيئة رسمية.
كاين بروبوزيسيون تاع دكتور رافي تاع شكرا. كاين اقتراح، كاين اقتراح تاع الدكتور في اطار الشراكه مع المحيط الاقتصادي الاجتماعي. دونك هناك اقتراح فقط، لكن ما راحش الحال، ما على باليش اسكو تقدري تقدميه في اطار مؤسسه ناشئه ولا يعني راح تستفيدي كثير من الموضوع هذا. ونشكركم يعني على صدر رحب تحمل الوقت اللي حكيت فيه، واحيل اعيد الكلمه للسيد رئيس. نشكر الأستاذ على الملاحظة القيمة. بدوري سأحاول تقديم بعض النقاط. كاين بعض النقاط وكاين وجهات نظر. أولا نبدأ رح نهضر على الطالبة بحكم أنه طالبة درست عندنا وكانت متميزة في جميع الأدوار، خاصة أنه شق من أنه هذه الرسالة هي تكملة لمذكرة الماستر اللي نظن نلتي المرتبة الأولى على المستوى الوطني بتلك المذكرة في مسابقة على المستوى الوطني في الجامعات الجزائرية، وهذه الأطروحة ما هي إلا تكملة للموضوع اللي درتي في الماستر. كما قلت أنه الطالبة بحكم أنه درست في الكلية تاعنا مدار الشهارة من بين ابرز الطالبات وكانت متميزه في جميع الادوار ليسونس ماستر وحتى في حتى في الدكتوراه كنا نتوقعوا كل يعني انها راح تنجح في المسابقه. نظن انه الموضوع يعتبر جد مهم، خاصه انه تناول شيء نوعا ما يتميز بالحداثه، يتميز بالحداثة، وبالتالي اي حاجه حادثه راح تصطدم اي واحد راح يخوض فيها راح يصطدم بمجموعه من الصعوبات. وديال لو فات انه واحد يختار انه يدرس ولا يتطرق الى موضوع بهذه الصعوبه، هذا فيه نوع من الشجاعه عكس الكثير الذين يتطرقوا لمواضيع اخرى هي سهله و يعني متداولة ولفنا معها. راح نبدا مباشرة بتقديم بعض الملاحظات، ولو انه الاساتذة الله يبارك ما خلاو لي حتى شيء، لكن كاين في اي مذكرة كاين بروبليم دو فون ان بروبليم دو فون ولا دي بروبليم دو فون، والمهم ان بروبليم دو فون دي بروبليم دو فون. المشاكل الشكلية واللي اشاروا لها الاساتذة يعني تعالج. المشكل الكبير هو كيكون عندنا بروبليم دو فون. انا راح نبدا فقط ببعض النقاط الشكليه. مثلا في الصفحه الف كتبت لنا لم تعد الحاجه لاتمام المعاملات الاقتصاديه. لا مش ورقي. ان المنافسه بدرجه اولى اصبحت على اساس تكنولوجيا وليست على اساس ثروات طبيعيه. هذه العبارة تحتاج شرح، إنه أنا مهما يكون التطور التكنولوجي تبقى الحروب وكلش مبني على أساس الثروات الطبيعية. صفحة بات أنا عندك عبارة، كتبت عبارة باللي عبارة في مجال تطبيق السطر الثاني في مجال تطبيق التكنولوجيات الحديثة بقطاع الجمارك ومن بين تطبيقاتها نظام معلومات يربطه المتدخلين في عملية لإتمام إجراءات واستخدام طائرة الشحن التجارية بدون طيار مما يعود بالاستحواذ على الأسواق الخارجية. هل الاستحواذ على الأسواق الخارجية مرتبط باستخدام طائرات شحن بدون طيار؟ يعني عندنا في الأهداف نروح مباشرة للأهداف، ما نزيدش ندير الملاحظات الأساتذة نكررها. كتبت لنا الهدف تاعك هو تكييف الأنظمة الجمركية التركية المعتمدة بالدول الناجحة في المجال بما يتماشى مع قطاع الجمارك في الجزائر.
هل تم التوصل الى هذا الهدف؟ هل حققت الهدف هذا من خلال دراستك ولا لا؟ عندك في صفحه واو كاين المناهج كما قال الاستاذ، استعملتي جميع المناهج اللي سمعنا بها، وكاين مناهج بلاش انا غير سمعت بها. كما اما الجانب التطبيقي فتم استخدام المنهج القياسي التحليلي المتمثل في نموذج الانحدار الذاتي. الجمله ما اعرف انا حسب علمي ما نعرف سمعت بها، المنهج القياسي التحليلي والمتمثل في نموذج الانحدار الذاتي، بالإضافة إلى أنه خوضك في تعريف الاقتصاد القياسي أظن أنه كان يعني لا زائد وما عنده حتى فايدة وما عنده حتى إضافة للمذكرة، يعني أنه تعريف الاقتصاد القياسي وما إلى ذلك. دركا نروح مباشرة لصفحة 155 واللي هي نظن لب حسب واش قدمتي أنت لب الدراسة تاعك. لفهم تغيرات الدراسة. مئة وخمسة وخمسين. أكي معي. وده هو المشكل الجوهري في الدراسة. واللي طرحوه الأساتذة. وراح نزيد نطرحه هنا ممكن من زاويه اخرى. احنا كنا قراو العنوان هو تطبيق تكنولوجيا انترنت الاشياء كاداه لتعزيز اداء قطاع الجمارك الجزائري، ومن بعد نشوفوا محاوله الاستفاده من تجارب دوليه رائده. اولا كما قال الاستاذ انه الفصل الثالث جاء فيه تجارب دوليه رائده كانه فصل معزول تماما عن باقي الاطروح، لانه انا انتظرت كي نقراو العنوان ننتظر انه راح نشوفوا كيفيه الاستفاده من هذه التجارب اللي ذكرتنا، هذه تجارب ايطاليا المانيا الصين اندونيسيا والامارات العربيه والمغرب. النقطه الاخرى هو النموذج الاقتياس، النموذج اللي درستيه من خلال الاقتصاد القياسي اللي هو في المتغيرات الدراسة في الصفحة 155. من خلال الفهم البسيط تاعي أنا ولا تاع أي واحد يقرأ، أنا نتصور أن النموذج كان عبارة عن عندك متغير اللي هو تطبيق تكنولوجيا الإنترنت الأشياء، وأيضا المتغير التابع هو تعزيز أداء القطاع الجمركي. انت مش هضرت لنا في الوحده، قلت لنا باللي من خلال مؤشرات اداء الخدمات اللوجستيه ودورها في تعزيز اداء القطاع الجمركي الذي تم التعبير عنه بمؤشر حجم اجمالي الصادرات. وش العلاقه بين مؤشر اداء القطاع الجمركي وحجم الصادرات؟ نظن انك كاين خلط في المذكره، واللي لقيته اللي اشرت اليه الاستاذه انه الاداء الجمركي ما عنده حتى علاقه بال ما عندوش التأثير المباشر، تنويع الاقتصاد وحجم الصادرات. حجم الصادرات احنا المشكل تاعنا اصلا مبني على تنويع الاقتصاد اللي هو ما عنده، ما نلقاوش باللي حسب المذكره انت حابه تفهمينا ولا توصلين الفكره باللي انه تطبيق تكنولوجيا الانترنت في سيعزز اداء الاداء وسيزيد من حجم الصادرات. شكرا. وده هو شنو نلقاو في الجدول رقم 4 في الصفحة 155، والذي أكدتيه أنت في الصفحة 168 اللي هي النتيجة تاع الدراسة القياسية تاعك في صفحة 166، أنه ما كان حتى علاقة بين هذه المؤشرات وحجم الصادرات. معناها أنا المشكل الكبير في الأطروحة كامل، لكن في الدراسة القياسية بالنسبة لي أنا أنا لحب هذا لو انتهشتي أولا سواء حكمتي تجارب حسب العنوان وخدمتي على التجارب فقط واستقينا من تلك التجارب ما يفيد القطاع الجمركي الجزائري، وكانت الدراسة تاعك عبارة عن دراسة استشرافية ولا ما عملتش أنا نوع من الدراسة اللي تستقي مختلف الأمور الإيجابية.
الدراسة وكأنك ونفهم خاصة طلبة الدكتوراه انه عم بالهم في مخهم باللي اي دراسة خاصة في احنا في المحيط الجامعة الجزائرية لازم يكونوا فيها الحسابات، وبالتالي انك دخلتي الدراسة القياسية بالرغم انه ما عندها حتى صلة بالموضوع تاعنا احنا، الدراسة اللي درناها هادية وبالعنوان اللي حطيتها بس قصدك عندك كان بروبليم دو فون بالنسبة لي انا، ودي وجهة نظر خاصة. امر اخر، انت في الاخر من بعد كنت ركزتي على التجارب الرائده، ومن خلال التجارب الرائده اقترحتي واللي هي حاجه جديده في المذكرات، اقترحتي لنا البرنامج تاعك اللي قدمتيه. هذه حاجه الاولى، ما يروحوليش برك الافكار. اقترحت لنا هذا النموذج اللي اولا حسب ما شفت انه النموذج يخص الى الحاويات، مع انه في ما كانش غير الحاويات في البار في الميناء. الحاجه الثانيه في النموذج تاعك كاين اقصاء لعنصرين مهمين في العمليه ككل. انت هضرتي على الجمارك وهضرتي على المتعاملين الاقتصاديين، الاستاذه زادت لك مديرية التجارة، نزيد لك أنا زوج واحد أخرين هما لي ترونزيتار ولي زاجون ماريتيم. لي ترونزيتار هما الوكلاء على العبور، ولي زاجون ماريتيم هو المسؤولين على الدخول وخروج السفن، هما اللي يديروا لا باباراسي دي، واللي هما عندهم الاتصال المباشر مع السلطات الجمركية بالمقارنة مع المتعامل الاقتصادي. المتعامل الاقتصادي قدر ما يشخلها وما يدير حتى ديكلاراسيون. سي ترونزيتار ولا جون ماريتيم. ما دي لاجون سي بي ولي ما لقيتهمش في البرنامج تاعي. الامر الثاني ايضا اللي اشرت له انا الاستاذه نزيد نضيف عليه، انه بوسكنتي هضرنا على انترنت الاشياء، لكن انت اولا لم يتم الاشاره الى لغه البرمجه تاع ما لقيتهاش، لغه البرمجه الخاصه باللوجيسيال اللي درتو وانترنت الاشياء. انا جو ماتوندي تقول لنا مثلا باللي اللوجيسيال البرمجيه تاعك اللي اقترحتوها خدمتها بالاردوينو وما عبريش انا متاحه مع لي بورتيير تاع البور، متاحه مع لي ليغري لي مانيتونسيون. لقيت انه درت لنا هاتف النقال وشبكه الهاتف النقال والانترنت والفيكس، واللي هي كما قلت الاستاذه هي بدائيه ايضا، هي اصلا ما بقاوش يعطوا انا نعرف. كي قلت لك الاستاذ المثال تاع المنزل الذكي من خلال انترنت الاشياء، انه كلش دركا تسمى لو موندي كونيكتي، معناها اي اوبجي عنده القابليه انه يتكونيكت. وهذا واش نفهم اليوم، بينما احنا انت اعطيتنا حوايج وكاننا حنرفع التدفق في الانترنت نديروا الالياف البصريه وسيبوا دي انترنت الاشياء، بينما هي اوسع بكثير من طريقه الطرح اللي طرحتيه لنا. اكتفي بهذا القدر فقط، ونوجه الكلمه للاستاذ المشرف كي عندك زوز دقائق فقط. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية رمضان مبارك لكل الحضور ولكل الأمة الإسلامية. كذلك نشكر ونرحب يعني بأعضاء اللجنة المباركة، بداية بالأساتذة من الخارج الأستاذ الدكتور برجام خميسي من جمعية سوهراس، ويعني خاصة في رمضان والمدة قصيرة تاع دراسة المذكرة، والأستاذ يعني مال في شرب الحليب يعني كثير قبل ما يجي، للأسف الشديد صايم ما قدرش، لكن رغم هذا بين بأنه يعني كأنه فاطر، ربي يبارك فيك إن شاء الله، عندك تمرض نضربوك بعين. كذلك نشكر الأستاذة شاوي شافية الزميلة صديقة، وحتى هي يعني أكثر من الأستاذ، لأنها ربة بيت، وفي رمضان للأسف الشديد من قوسين احنا
كروشنا هي كل الشاهد من تدخل الكوزينه من 8 تاع الصباح للليل. اذا حرمنا عائلتها اليوم. لا ما نضربكش 70 ان شاء الله. خلاص هي قالت لك اليوم في ديار الرحمه. قلنا ما يدعوش علينا برك. كذلك الاعضاء من جامعه لما الاستاذ الدكتور سامي البخاري الصديق والزميل، الاستاذ الدكتور العابد محمد الصديق والزميل، زميلي المشرف الثاني والمشرف المساعد وجبار ياسين حتى هو يسحق الحليب المتخصص في الاعلام الالي والالكترونيات. اهلا وسهلا بكم كامل. نرحب بالطلبه بالحضور بالزملاء باهل الباحثه والطالبه. انا عندي تدخل ان شاء الله مش طويل. بدايه الطلبه هذه او طلبه يعني من دخلت للكليه وهي رقم واحد اليوم النساب في الليسونسي الاولى في الماستر، وكنت انا مشرف تاعها ودارت موضوع نفس الشيء اللي هو وي على الجانب الرقمي الاقتصاد الجزائري وقاست واثره على التجاره وقاست جوزي من الجمارك واللي هي لطريف، ودارت لها نموذج ويعني ومنصه وباش تعرفوا بان شاركت به كانت الوزاره دير الواحد الجائزه هذيك شاركت به يعني في القسم هي الاولى في الكليه هي الاولى في الجامعه هي الاولى طلعت للوزاره عدت من عدها هو على ثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت من الاوائل، المرحله الثانيه وسط، المرحله الثالثه اللي قعدوا في 20 واللي هي داروا فيها التصويت كيما تاع الاغاني وهذيك وكا وداروا فيها التصويت. بالتالي للاسف الشديد انا ما كانتش من الثلاثه الاولين، وهذا دلاله على المكانه تاع الطلبه وذكاء الطلبه وقوة معرفة الطلبة. أنا في الدكتوراه نفس يعني كانت الأولى اختارت هي اللي تحب تختار يعني المواضيع هذه، المواضيع الشائكة، المواضيع الحديثة، المواضيع اللي فيها عمل يعني كبير. كانت قادرة أنها تربط بين زوج متغيرين وخلاص وتكمل، وخاصة أنها الفترة حتى الزمنية يعني أنها كانت كملت محسوبش مع الوقت. من ناحية موضوع الدراسة موضوع مهم واستراتيجي، وحاولت أنها الطالبة تلم وتربط بين الاي او تي وبين قطاع الجمارك أو الأداء خاصة قطاع الجمارك الجزائري، وحاولت أنها باش توصل لما وصلت ليه منطقيا اعتمدت على دراسة التجارب، وهي ولازمها تحاول واش تستفيد واش راح تستفيد على مفهوم المحاوله. مش اكيد انها راح تستفيد، قد تدرس التجربه تلقاها انها ماهيش ما تفيدناش احنا، ما تفيدناش مش بالضروره احنا التجربه الالمانيه راح تفيدنا، وبالك بالعكس انا تجارب الدول المتقدمه جدا المانيا وهولندا ولا في المجال هذا انه بالك ما تساعدناش تساعدنا اكثر الدول القريبه لنا. هي حاولت انها تنزل ثلاث مستويات من الدول، دول متقدمة، دول صاعده، ودول ناميه اذا ما كان حبوا يسموها، وان كان الامارات بدات في الجانب هذا يعني انا تعدت حتى المانيا يعني في مؤشر الاداء، تعدت المانيا في مؤشر الاداء اللوجستي. الدراسه الثانيه واللي هي الدراسه القياسيه، بالعكس الدراسه القياسيه اللي تخدمنا باش تبين وين النقائص من السلبيات، وعلى اساسه انا بنات هي النموذج، هي السلبيه وين في الدكتوراه الان يعني بشكل عام، هو انه العنوان يتحدد وما تقدرش تغيره بعد السنه الثانيه، وبالتالي ها وعلى ما بنتش الدراسه او الحدود الزمنيه المكانيه هي بين هي الجزائر، المكانيه هي الجزائر مش قطاع الجمارك، قطاع الجمارك مش مكان، لكن الزمنيه
ولا للاسف الشديد ولا حتى النموذج يعني كيبدا مش متاكده انا راح ندير نموذج ولا بالتالي ما قدرتش انا باش تحطه في العنوان. قلنا هذه من السلبيات الاداريه لإدارة الدكتوراه في الجزائر. من ناحيه يعني الدراسه تاعها هذه استشرافيه هي ماهيش لانه مازال احنا ما طبقناش احنا بالعكس قطاع الجراد الجزائري وانتم تعرفوا بانه يجي رقم اثنين في كل التقارير تاع المنظمه الدوليه البنك والصندوق خاصه المنطقات دائما يجي رقم اثنين بعد القطاع المالي والنقد ديما يجي مباشره القطاع الموانئ والجمارك رقم اثنين في السلبيات في اللي هو يعيق مناخ الاعمال يعيق وما يخليش الاقتصاد الجزائري يتحرك للاسف يعني سيدي. بالتالي وعلى ركزت هي وعلى نتكلم على او في النموذج تاعها يعني ركزت على الجمارك لانه وتقدر تربطه حتى النموذج تاعه وضرب الاستاذ يعني المتخصص في الجانب الالكتروني يبين اكثر بانه يعني خلات له جيوب الكترونيه اللي تقدر تربطه بكل القطاعات الاخرى منطقيا قطاع الجمارك مش يخدم وحده لازم يخدم مع قطاع التجاره مع القطاع المالي مع البنيه التحتيه النقل كلها مستحيل لكن هي ركزت غير على القطاع الجمارك اللي حوست انها تعطي لانه هو اللب في كل المنظومه تاع التجاره الخارجيه ما يخدموش على واحد وخاصه في السلع والقطاع الغازات يا استاذ برغم انت قعدت ساعه وخليني حتى شويه نبرك واني راح نحبس نسيتيني حتى واش راه قلت منطقيا هي مش راح شكون الموضوع يتطلب انه لازم نهضروا موضوع حديث موضوع جديد والدليل كان عنده شجون وكان عنده وجهه نظر احسن من انه يكون لا ما تقدرش وانت تتكلم فيه لانه ما عندكش ما تخرج بين متغيرين اثنين نمطيين هي العكس هي دراستها كلها غير نمطيه. نخلي خلاص سيدي نخلي الكلمه الاستاذ المشرف المساعد اللي يبين لنا اكزاكت يعني المنصه هذه والنموذج هذا كيف يعمل وشكرا. نروح مباشره بعد نرحبوا برك بكل اعضاء اللجنه دونك لو بروجي هذا سانسكري دونك سي دابور بروجي كولابوراتيف انترديسيبلينير دونك هذا لي بروجي كولابوراتيف انترديسيبلينير entre les deux disciplines sciences commerciales et sciences de l'informatique. Et les projets de manière intimement de tabac. Et nous mettons Rilberg pour la rédaction des articles. Nous avons deux approches différentes. La vision d'elle, c'est une approche cartésienne. Ou c'est l'approche par hypothèse. Donc, déjà pour réaliser les articles, parce que la thèse de doctorat repose sur les articles. Ou à les articles. C'est très important, les articles. Bon, on a deux articles, ou on a un troisième article. On a dessiné le Scopus. Voilà, on a la méthode. C'est positif. Donc, c'est un article qui a été donc rédigé en anglais. Nous avons la méthode de l'approche IMRAD. Je répète, je vais vous laisser dire que les talibas, mashallah, nous avons fait un master. Nous avons fait le master ou le doctorat. Elle était réceptive, mashallah. Elle est informaticienne. Elle répond rapidement. Nous avons fait un travail estimé à 4-5 jours. ايه نهار تجيب والغدوة تجيب وبعد مش قاعد قدام يعني ما شاء الله طالبة متميزة. بون بور لو طرافاي اللي درنا هنا بور لا بارتي براتيك اون سي دابور لا بارتي براتيك روبوزيت في كوا سور ليتود دي بروسيدور اكزيستونت شفنا كيل سون لي بروسيدور اكزيستونت اللي كاينين درك
في المواد الجزائريه في ديرون لي دو غروند بروسيدور دامبور اكسبور ما نساوش الامبور والاكسبور سي لي دو بروسيدور لي زاكتور سي فري كاين 4 و 5 اكتور حنا اون سي ليميتي ا دو زاكتور لانه لازم تحدد ما تنجمش تروح بعيد باسكو نتحل سي تو بو لا ريداكسيون تاع الارتيكل كون نحلوا بزاف لو شون ديتود واستاذ ما عرفش كون الاستاذ يهضر على لو شون ديتود قال لك لازم تحدد عنده الحق il faut bien définir les acteurs tels le champ d'études ou un peu l'autre les nous qu'on traite en futur donc nous quoi de mystère voilà mais c'est un peu l'autre il faut définir le champ d'études donc dans l'étude des procédures existantes on a choisi la problématique qui va chercher une réponse à la problématique à travers un système donc nous avons appelé A6X et bien sûr A6X utilise il est basé sur l'Internet of Things, sur l'IoT, l'Internet des choses. À travers quoi, on a deux grandes voies, on a deux grandes directions. La première direction, c'est la dématérialisation des procédures existantes. Il y a une série avec l'Auraqa qui m'a dit. Là, c'est la dématérialisation. Donc, où est-ce que l'IoT? Nous avons à travers l'identification des documents, la scannerisation des documents et l'identification des documents. On a même utilisé des techniques de gel, gestion électronique des documents, pour l'identification. Parce que le document est considéré comme un objet. Ou l'Internet of Things, il est basé aussi sur les objets connectés. Qui ne rouvrent les objets connectés. Il y a que d'être connecté à d'autres systèmes. Monsieur l'Internet, il est connecté à travers le Bluetooth. Il n'y a qu'un autre type de réseau. C'est ça. Une fois être connecté à l'Internet, روحوا لي او تي نعاودو نحكيو على لي او تي سي با دانترنت ما نحكيوش على لي او تي دونك فوالا هادي الاولى دونك لو برومي فولي لا بروميير ديريكسيون سي لا ديماتيزاسيون سي لا ديماتيزاسيون دي بروسيدور دو توت لا باباراس يعني يوتيليزي في دوزيام لو دوزيام اسبي سي لاسبي كونترول دونك ما نساوش بلي بون يا دي شيفر جو سي با mais je peux me dire si la dernière version leader tu as je l'ai pas lu pas eu le temps pour je sais tu as bon ça dans le par exemple c'est un produit agricole on a on a rien de produit agricole on a limité chouia on a beaucoup plus tenu les céréales comme une je sais c'est vous avez comme par exemple patate ça dans patate avec la belle que tu fais dans les journaux ترجع زيد صدر ترجع ترجع وين ترجع les raisons principales les ports عندك جو سي با 100 كونتينر دو بوند دو تير ولا 200 سي ليشونتيوناج دروك يدير لك هو يلقى بلي بون اكسبت كو سوا لاجون ماريتيم ولا لاجون سادير لي جون كي سوكيب لي زاكتور كي سوكيب هنا في الكونترول هذا حنا واش خممنا فوالا دونك قبل ما تصدر تاعك سي ليدونتيفيكاسيون ندخلو لي زوبجي كونيكتي fait l'identification a priori. Le conteneur, une petite puce, donc nano a une puce pour la mettre sur le truc. Il y a des objets à connecter. Le président américain a une puce. Il y a un objet connecté. C'est juste pour le. Donc, tant que le système, ça peut être un lecteur. Ça peut être. Où j'ai dit le système là. Je vous kiffe le conteneur à travers la puce. Bien sûr, il y a un travail préalable qui est fait, qui est chargé avec le. Voilà. Donc à travers les lectures, je vous kiffe le poids, la qualité. Où est-ce qu'il y a un deuxième contrôle? C'est le contrôle de la qualité. Tel que par exemple, qui m'a fait sous. Bon, maintenant, il y a dans les objets connectés, il y en a où? Parce que les objets connectés, c'est quoi? Il y a trois types d'objets connectés. Il y a les objets connectés simples. Et dans l'objet connecté simple, vous pouvez dire, je dis information, ce qu'on appelle information brute. Mais que ça sera ça. Ce n'est pas lui qui traite, mais il traite directement. Deuxième objet connecté, c'est l'objet connecté intelligent, smart. Et dans l'objet dire, qui dit l'information, il la traite. Et dans l'objet connecté, il dit un traitement, avant de l'objet.
troisième objet, c'est les objets les plus sophistiqués, c'est les objets autonomes. Hadam yedir l'étude de l'environnement, il prend des décisions. Ouais. Hadam, c'est les objets connectés, les plus développés. Hna, c'est basé à un deuxième type d'objet. Donc, sous ces deux couches de neuf, des capteurs, sous ces deux Capter avec quelqu'un des méthodes à travers aussi des objets connectés, n'importe où l'information, elle est traitée, ou mieux que de ménager le refus. Hadak qui propose le refus, ben, sans intervention humaine. Ah oui, qu'il y a des gens qui ont été à 100%, mais la Chine, on n'est pas. Mais le taux d'intégration des objets connectés, alors, Berk Wizit, il est très efficace. Il est très efficace. On a donc les patates à Tana, qui était la galop chez Dieu en France, par exemple. Et tu vois, ah, mais dès que je traite sur des objets connectés, hé, à Gabalier, oui, déo le conteneur, déo le dépôt, ou chez Dieu le dépôt, ouais, avec médecin, non. Et là, il y a même des objets connectés, t'as mis des techniques, oui, dire où ils sont, dire, non, je vous aime, ou dire, on a un chien, alors, Paul, il s'est de l'argent. وخاطر تبسط دوسي من بعد يرجع لك كوجينا نخدموا بها كوجينا نخدموا بلا التكنولوجيا هذه نلبوا الوقت نلبوا اكسيتيرا هذه كيما حكيت لي باسبور لا تكنولوجي الي امبوزي او ما عندكش لو شوا نهار باسبور قال لك دير لا بيوس او دير لا بيوس وكيف نقول عاد بلا بيوس يقرا لي تاعي ويحطني عنده في السيرفر تاعو لي دوني تاعو لا لا هي مش مشكل ما ديرش ما تخرجش ما عندكش فيزا يطير انت بسيف عليك درك على ليزوبجي كونيكتي بور لي نهضر على لي بار انتيليجون هاك بالدراع تبعد سلعه تاعك اسمع هنايا قفتي معاك انا درك نسيت تجيب لي في البطاطا نو دونك رايحين لها بالدراع رايحين لها بالدراع لا تكنولوجي مانتون سي تقفل الباب تدخل حتى تقفل تاب تجيك على البلافون يعني ما عندك وين تروح هذا وين سيسكي هذا لو بروجي سي فري سي اون سي سي لو موديل mais qu'est-ce que c'est tous les acteurs, mais qu'est-ce que c'est toutes les procédures, mais il y a quel état les porteurs qui ne sont pas des ports intelligents, ou qui dit que c'est là, dès les chantiers, on a acheté un bécri, hein, ou d'ailleurs, le temps, les bateaux, le temps, on a dit, il y a des muscles, parce que, avec très l'osni, parce que les muscles, oui, et nous, qui étaient d'une tasse, c'est la tête, ça te donne le cœur, tu déranges les gens, et ce matin, tu es investi, tu es investi, tu es investi, دونك هذه هي لي او تي ما ديروش كذاك داكور لي او تي ما ديروش كذاك دونك رايحين غير غير بون بور لو لونغاج هضر الاستاذ لو لونغاج كو نزافون يوتيليزي سي فيبينات فيزيون بازيك اوبسيون فيبينات وعلى فيبينات انو فيبينات يقبلوه براتيكمون لا ماجوريتي تاع لي فوالا يمشي مع توت لي بلاتفورم يمشي دونك هذا هو اللي درنا به اون سي ليميتي بصح في الديفلوبمون ا كيلكو فونكسيوناليتي برك خدمنا بهم في جولي بوان رابيدمون برك الاستاذ هضر على لي او بي الانترنت اوف بيهافيور الانترنت اوف كومبورتمون الانترنت اوف بي راهو مرتبط بالانترنت اوف ثينكس الثينكس هذاك لوبجي هو اللي عنده لي كومبورتمون عنده كومون يرياجي هما واش داروا دركا يقول لك انا نخدم لك باغ اكزومبل كيما هضرت الاستاذه على لو دومين اللي سميتو لا بير حنا في الانفورماتيك لا دوموتيك لا دوموتيك سي هذه دخل حتى اللومبا دايرينها سمارت لومبا تطلع في على الكومبورتمون ديال الاستاذ دركا انا طالع في الدروج راني طالع في الدروج في داري داري فيها سيستيم دو دوموتيك واش ندير على حسب الكومبورتمون تاعي طلعت بديت اونتاميت الدروج اللي طلع كومبورتمون تاعي انا ني ولا حتى انا ني اوبجي كيما نديرها واش يصرى هنا يا كومبورتمون اني اونطامي الدروج تاع دوزيام ايطاج يشعل الضوء يشعل الضوء دونك مرتبطين بعضهم لي او تي ولي او بي مرتبطين بعضهم دونك بور لارتيكل كيما حكينا عليه قبيله لو شيما فونكسيونيل دو سيستيم راكم شفتوه فوالا خلاص هي مدرسه شهاب
بارك الله فيك. نشكر الأستاذ جبار على هذا الشرح. نحيل كلمة للطالبة، ما تعقبيش على الملاحظات، جاوبي فقط على الأسئلة وجاوبي على السؤال، وجاوبي على السؤال اللي أنت تشوفي باللي تقدر تجاوبي عليه. تفضلي. هي تقدر تجاوب على كل الأسئلة. الحقيقة سلمى وعلا ما حكيتيش أنا بالإنترنت وجربتيه، كنت نظن في المنصة تاعك نبني تحتيه كيف فيكس. تفضلي. شكرا على الملاحظات المقدمة. بالنسبة للسؤال الأول، الفرق ما بين المنهج الوصفي والمنهج الوصفي التحليلي. بالنسبة للمنهج الوصفي هو وصف مختلف الظواهر، مختلف الظواهر بطبيعتها. أما الوصف التحليلي هو إضفاء طابع، يعني القيمة المضافة اللي نقدموها إحنا هذيك الظواهر. يعني لما إحنا ندرس تلك الظواهر، يعني نصفوها من كافة الجوانب ونقوم بتفسيرها. لما نفسروها نقدر نتنبأ في التوقعات المستقبلية، يعني في المستقبل ماذا تقدم لنا تلك الظاهرة. بالنسبة لي هل يعني تلك الدراسات المستخدمة في المقدمة تم الاستفادة منها مجمل؟ يعني الدراسات المستخدمة في المقدمة، يعني دراسات سابقة، هي دراسات في مضمون البحث تاعنا، باعتبار يعني تم اختيار أهم الدراسات التي تدرس مثلا كل متغير على حدة، المتغير التابع والمتغير المستقل. لأنه مثلا في طبيعة الحال قطاع الجمارك ليس ملما بكافة المعلومات به، وبالتالي لما ندرس احنا كتب او مقالات تعتمد على قطاع الجمارك يتم التفصيل في كيفية عمل ذلك القطاع بالتفصيل. كذلك انترنت الاشياء ليتسنى فيما بعد امكانية تحقيق التكامل الجيد فيما بينهما. بالنسبة لي الفرق ما بين قياس الاداء وتقييم الاداء. قياس الاداء هي عبارة عن خطوة من اجل تقييم الاداء، لان مثلا بنوصل احنا لتقييم الاباء للاداء لازم نعرف صح وش هم العوامل المؤثره على الاداء. اول حاجه نعرف وش هو المجال اللي راح نقوم بتقييم الاداء هذا صح اللي راح ندرسوه. من بعد نقوم بتحديد اهم المقاييس، نقوم بتحديد اهم مقاييس تقييم ذلك الاداء او قياس ذلك الاداء عفوا. لما نحدد احنا المقاييس، المقاييس هذه تختلف من مجال الى مجال. كما احنا استخدمنا في الفصل الثاني، عملنا في الفصل الثاني في المبحث الثاني تطرقنا الى مقاييس واساليب تعزيز الاداء بصفه عامه، يعني في كافه المجالات بصفه عامه، اللي من بينها تسليم العمليات، صحه العمليات المتنبئ بها، الجوله، سرعه وغيرها. باهت استنى مثلا لنا من بعد لما تبيان دور تكنولوجيا انترنت الاشياء والاداء في قطاع الجمارك نقدر نعرف وش هم مختلف مؤشرات قياس الاداء في قطاع الجمارك. وبالتالي يتم تحديد مجال قياس الأداء، من ثم تحديد مؤشرات قياس الأداء، ثم قياس الأداء، بعدها مقارنة ما بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع. هنا يتم تقييم الأداء، إذا كان مطابق فيتم يعني تركه دون أي إضافة، إذا كان هناك اختلالات يتم تصحيحها. بالنسبة للسؤال المتعلق ب يعني أي تجربة تم استفادة الجزائر منها، احنا عندنا تجارب عديدة، هذه التجارب عديدة كل تجربة ولها امتيازات. وباعتبار أن قطاع الجمارك هو قطاع يعني لا يزال في مرحلة التحول الرقمي، وأن نظام المعلومات الجديد الذي سيتم تبنيه سنة 2024 يعتمد على الاقتصاد الرقمي، وبالتالي احنا يعني نفضل انه ما نزيدوش نضيعوا السنوات القادمه من اجل تطبيق انترنت الاشياء. يعني لما احنا نطبقوا الاقتصاد الرقمي نكون واجدين باش نطبقوا بعدها مباشره انترنت الاشياء. هذه من جهه. من جهه اخرى ان استفدنا من كل تجربه، كيفنا مختلف النماذج المطبقه باي تجربه بما يواكب قطاعنا الجمارك من اجل تعزيز ادائه. مثلا كتجربه المانيا تم الاستفادة من نظام المعلومات المركزي بموان بريمرهافن هاف الذي يسمح بتدخل كافة تكامل بين كافة المتدخلين في العملية التجارية لتسهيل عملية التخليص الجمركي. أما بالنسبة للسؤال المتعلق بالموارد الطبيعية أساس التنافس. نشكرك ونستأذنكم من أجل المداولات السرية.